السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة دي دي المحاضرة رقم خمسة من الـ ويل أه بداية كده بس عشان الاستفسارات اللي جت المحاضرات كلها افيلابل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك جروب بتاعة الـ بي والمحاضرات الباوربوينت بتنزل على جروب الواتساب أه إن شاء الله المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي ينزلوا بإذن الله في فرصه على برضه على جروب الواتساب جل فما تبقاش ما تقولوش قلقانين خالص ان شاء الله. آه آه انا بشكر حضراتكم طبعا ان حضراتكم متابعين معانا وان احنا آه يعني بناخد من وقتكم كده كل جمعه. آه اتمنى ان شاء الله ان ربنا ييسر وتبقى آه المحاضرات دي تبقى مفيده وتبقى يعني حاجه ولو بسيطه. أه نساعد بيه حضراتكم وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك انا بتمنى من كل مره من حضراتكم ده هتلاقوا طلب ثابت ان انا دايما عايز يا جماعه لو سمحتوا يجي لي أه فيدباك الفيدباك بيفرق معايا جدا جدا انا بعمل المحاضرات دي لحضراتكم أنا مش عايز دايماً أبقى بكلم نفسي، خلي بالكم برضه أنا بكلم شاشة الموبايل أو أه الشاشة اللي قدامي، أنا مش شايف حضراتكم. فمدى الريسبونس اللي مفيش اي ريسبونس بيجيني فانا مش عارف اذا كانت المحاضرات دي وصلت حضراتكم بقت بنسبه قد ايه ويا ترى استفدتوا قد ايه وايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعيدها تاني او ان انا اقولها بصوره اخرى. زي ما احنا اتفقنا احنا شغالين بطريقه كوميتيف يعني ايه يعني احنا كل محاضره بتاخد شويه من اللي قبلها وتسلم للي بعدها وهكذا. وهتلاقينا دايما في كل مره بنقول موضوع وبنعرج على موضوع او موضوعين بنقولهم كده في عجاله ولحد ما بيجي وقتهم بنشرحهم تاني بايه تفصيلا فيعني آه ما تقلقوش كده كده اللي فات افيلابل واللي جاي ان شاء الله آه ربنا ييسر ويدينا العمر اذا ربنا اراد يعني ان شاء الله برضو هيبقى آه تكمله لنفس الموضوع ونفس الاتجاه بس يا ريت من حضراتكم فيدباك دي آه برضو السلايد الثابته اللي بنحطها كل مره احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون ده اثر طيب آه يعني يستنانا ان شاء الله بعد من Uh, الحاجة اللي حابب أكد عليها الأسبوع ده The delivery of medical care is to do as much nothing as possible. Uh, مش عشان أنا دكتور شاطر أو أنا دكتور عناية أو أنا دكتور أطفال جامد اللي بيدي كل حاجة ولما بيجي لك أي حد تدي له أي حاجة Try as much as you can إن أنت تبقى ما تديش كتير تدي العيان اللي هو محتاجه بس مش تدي اللي أنت عايز تديه إحنا مش بندي العيان لا اللي هو عايزه ولا كل اللي إحنا عارفينه إحنا بندي له اللي هو محتاجه بس ده ينطبق على الاي في فلويدز وينطبق على كل حاجه بعد كده لان اي حاجه احنا بنتعامل معاها هي ميديكيشن او هي دراج او هي مانوفر بيتعمل ليها اندكيشن واضحه بديها انا للعيان لو العيان ده انديكيتد ولازم وانا ببدا البروسيجر دي او المانوفر ده او الدواء ده لازم يبقى عندي بلان انا هوقفه امتى. فان شاء الله ربنا ييسر وتبقى محاضرتنا دي استكمال لنفس السلسله. آه برضه دي هتلاقوها سلايد ثابته في كل المحاضرات استحضروا ان دي دايما في كل شغل البي اي سي يو شغل الاي ار ER، شغل بداياتك عموما ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. آه احنا عندنا ميزه عن رعايه الكبار وعن الادلت وعن الناس بتوع اللي بيشتغلوا اكتر حتى الكريتيكال كير في الادلت آه الاوت بتاعنا الى حد ما احسن احنا عندنا اطفال الى حد ما آه لسه قدامهم ولسه عندهم شويه ريزيرف فيبقى الى حد ما الاوت كان بتاعنا بيبقى احسن شويه من طول الادر فيعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا يبقى ايه ومن احياها فكانما أحي الناس جميعا. انترفينوس فلو ان بي اي سي ذا نون ان زي ما قلت لكم وحتى في في البوست انا حطيته اكشولي انا مش المحاضره دي مش مش كلها انا يعني عاملها من بنات افكاري انا واخدها من كذا سورس فحتى العنوان ده انا واخده من 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 سورس يعني تمام كنا حاطين على البول كده على الواتساب جروب ايه هو الايديال اي فلويد وكان في اجابات مختلفه واي ثينك ان الاجابه كانت نون اوف اوف يعني ذا ايديال اي Fluid doesn't exist حتى الان ما فيش حد دلوقتي عنده حاجه اسمها ايديال اي فلويد طب ايه بقى ذا نون انونز نفس الكلام احنا بالظبط عندنا حاجات احنا عارفينها وفي حاجات احنا مش عارفينها خالص Uh, في حاجات وين to treat و how to treat ده بالنسبه لل اي في We have no clue في حاجات احنا ما عندناش فيها حاجه احنا لازم نخلي بالنا قوي من الفلويد overload ايه هو الفلويد strategy اللي احنا هنمشي بيه ايه المصطلح اللي هو balanced كريستالويدز. والحاجات اللي احنا عارفينها ان الاي بي فلويد از a كومبلكس وان الايديال اي في فلويد doesnt exist تمام الصوره اللي على الشمال دي دي تقريبا الايفي fluids اللي موجوده في الماركتس او معظمها عشان تبقى دي الصوره اللي هتشوفها حضرتك على الدب المحاليل سواء في الاي سي او في الاي ار او في اي حته قلنا برضو قبل كده ان المريض المصري يعشق الايفي fluids يعشق المحلول واكشولي هو الاحساس فعلا بتاع الواحد هو بياخد اي فلودز انا جربت يعني اعتقد كتير من حضراتكم جرب ان هو ياخد اي في فلودز فاحساس الارواء ده هو جود فيلينج يعني انت بتحس دايما بتحس ان هو احساس كويس فلو بنتكلم على السايكيك افكت بتاع الاي فلودز فهو طبعا احساس عظيم لكن هل دايما الاي فلودز هل هو حاجه مفيده او لا هنشوف بقى في المحاضره بتاعه النهارده اذا كانت هي دايما مفيده ولا لا طبعا دي الموروثات ان جاله جفاف اديله محلول والكوبايه تايد فلويد بس ده من النهارده مش مش كلامنا احنا مش بنتكلم عن الاورال او الاو ار اس احنا كلامنا النهارده عن الاي في وخصوصا في العنايه الثلاثه الطيبين دول هم دول بدايه الاي في فلويدز كانت معاهم اللي في النص ده لاتا اللي هو اول واحد بدا يشتغل على الاي في هو لاحظ وهو في القرن ال 18 كده ان في عيالين كتير بتموت نتيجه سلو لوس بالذات كانت من الكوليرا يعني من كتر الدايريه اللي بتحصل انهم بيحصل لهم سبيل وتر دايريه في عندهم فلو لوس فكر ان هو ازاي يتعامل مع الكلام ده فبدا يفكر ان هو يديهم الاول ميه ثم بعد كده لقاهم بيموتوا فبدا يحط على الميه شويه املاح فلاحظ ان هم بيعيشوا عمل التجارب الاول على الناس كان بيعملها على الادلت وعملها على ثلاث ستات كبار في الاول فادى واحده ست شويه كده ايه زي ما احنا بنقول كده وقيه يعني اداها واتحسنت ده كمان واحده اتحسنت كمان واحده اتحسنت وامورها مشي فمن هنا ادرك ان ايه ان الموضوع لا ده ممكن يبقى علاج لكن هو كان عنده مشكله هو بيبتدي الموضوع ده ان هو مش عارف بالظبط الالكترولايت ال ال كومبوننتس بتاعت بتاعت الدم وبالتالي هو بيدي ميه مش عارف الميه دي او بيدي المحاليل دي مش عارف يدي قد ايه بالظبط وايه النسبه اللي هو بيعملها ثم بعد كده جه اللي على الشمال ده ده الرينجر او سيدني رينجر ده اللي بدا الاي فلويدز عن طريق الرينجر سوليوشن كان بيعمل تجارب كده على الهارت بتاع الضفادع فلاحظ ان هو لما كان في شويه املاح فان القلب السيل شغال فبدا يبدا وبدا عمل حاجه بقى اللي هو الرينجر سوليوشن ثم جه هارتمان اللي هو اللي على اللي على اليمين ده وايه وطور شويه الرينجر سوليوشن فبقى اسمه هارتمان سوليوشن وهنعرف دلوقتي ايه الفرق ده كده بس الايه ده حته كده هيستوري خفيفه عشان بس الناس تبقى عارفه ان احنا ايه اللي وصلنا له من الاي بي هو خلاصه تجارب وشغل سنين مات فيه ناس كتير جدا مجرد ان انا بس بدي ميه او بدي فلودز انا مش عارف الفلوت ده ايه لحد ما بداوا يبداوا يفهموا يعني ايه الكومبوننتس بتاعت الاي بي فلودز وهل يا ترى هتبقى مفيده ولا لا طيب الاجنده بتاعتنا النهارده عشان ما نتوهش الانديكيشن اوف ادمنستريشن اوف اي بي فلودز الابروتش اللي هنمشي بيه التايبس اوف اي بي فلودز الاماونت اللي المفروض اديها طب ايه الالجوريزم او ايه الجايد لاينز اللي المفروض نمشي بيها واهم نقطه النهارده في المحاضره هي هي دايناميك مونيتورنج اوف فلود ستيتس يعني حلقة اديت النهارده اي بي فلودز يا ترى الاي بي فلودز دي كفايه ولا زياده ولا قليله طب هنعمل ايه طب ازاي نقدر نعرف طب ازاي دلوقتي انا دلوقتي العيان قدامي جاي لي شكت. او جاي لي مثلا في في كارديوجينيك شوك مثلا لو اديته فلود ممكن يموت طب ما هو لو هو هايبو فوليميك وخد فلويد يتحسن طب ادي ولا ما اديش الاسئله دي دايما هتلاقيها بتعدي على دماغنا وهتبقى دايما ايه محور استفسارات ومحور اسئله للناس اللي موجودين في الـ في الاي سي نبتدي بالانديكيشنز احنا ليه بندي اي بي عندنا ثلاثه مين انديكيشنز اللي احنا بنشتغل عليهم اللي هي الريسسيتيشن اللي هو عباره عن الفلويد ده ار يوز تو كوريكت الانترا فوليوم ديفيسيت يعني العيان ده فقد فوليوم والفوليوم ده اللي هو فقده حصل له اكيوت هايبوفوليميا هتدخله بقى ناحيه ان هو يبقى هايبوفوليميا فيروح هايبوفوليميك شوك فانا هبدا اعمل له ريسستيشن يعني هديله الفلويد ده عشان احاول اعوض الديفيسيت اللي هو فقده طيب الريبليسمنت ده الريبليسمنت فلويد هو عباره عن حد عنده كونتينوس لوس زي عيان بتاع الجاسترو اللي هو عنده فومتينج ودايرية فبيلوز في الفومتينج وبيلوص في الدايرية فانا هعمله له ريبليسمنت للكونتينوس ده عشان احاول احافظ على كمية الفلود اللي موجودة في جسمه. طب ايه المينتننس؟ المينتننس ده بيتاخد العين اللي هم هيموديناميكال ستيبل ده بديل للعمليات الحيوية اللي هم بيعملوها. يعني طبيعي انا وانا اللي هو تقريبا بديل للفيدنج اللي هو بياخده اللي احنا متفقين ان احنا ثلثين البادي بتاعنا تقريبا ووتر فانا بحتاج ان انا اشرب كمية معينة من المية طب لو العيان ده مش قادر يشرب أو العيان ده مثلا داخل سيرجري أو العيان ده أنكونشس أو بتاع فده لازم أمشيه على أي بي as a maintenance عشان يقدر يمارس عملياته الحيوية. طيب العيان بتاعي ممكن ياخد التلاتة يعني ممكن العيان ده يجي لي وهو جالي شوكت فياخد ريسستيشن وهو كان عنده 3 اربع ايام فاتوا كان عنده كونتينوس لوس فمحتاج اعمل له ريبليسمنت وبعد الريبليسمنت محتاج اعمل له مينتننس فعادي جدا العيان ممكن ياخد الثلاثه ممكن عيان ياخد مينتننس بس لو عيان جاي جي كويس انا هحجزه في المستشفى بس انا هقول لو سمحت انت ام بي او عشان داخل عمليات بكره فام بي او مثلا اوفر 24 ساعه مثلا او انا محتاج اكتر من 12 ساعه فايه لا خلاص انا انت ام بي او مش هديك او مش هديك اكل خالص وهديك اي في بس كده عشان ايه نحافظ على القصه دي طيب ايه كمان الدراج دايلوت يعني ايه انا بعمل دايلوشن للدراجز انا هدي مثلا مديكيشن هدي انتيبايوتيك هدي انتيفايرال هدي انتيفونجل هدي اي الحاجات دي كلها انا بحتاج اعمل لها دايليوشن بالمحاليل وبالتالي الدراج دايليوشن ده هيبقى انديكيشن ان انا ادي ريفلويدز في حاجه كمان اخيره اللي هي الكاثتر بيتنسي ان انا اعمل جرانتي للكاثتر بيتنسي يعني انا سواء الكانيولا بتاعتي يقول لك ال ال الكانيولا دي هنديها بس ماشي فيها محاليل كي في او اللي هي كيب ذا فين اوبن زيها بالظبط زي السنترال لاين لك بس انا همشي محاليل كده ايه سنتي او 2 سنتي في الساعه بحيث ان انا ايه ادي له ال الكميه اللي ايه اللي تكفيه علشان خاطر الايه الكاثتر دي ما ايه ما يحصلش فيها اوكلوجن في اسمها الكاثيتر بيتنسي او ساعات يسموها الفلوت كريب فوات يعني هي دي اهم انديكيشنز للاي في فلودز اللي انا هديهم معايا طيب يبقى احنا خلاص كده فهمنا ان احنا عندنا ريسستيشن عندنا ريبليسمنت اذا احتاجنا وعندنا مينتننس لل هيعوض لي الايه العمليات الحيويه اللي العيان ماشي بيها طيب وزي ما اتفقنا ان سام patients will need resuscitation فولود باي مينتننس الابروتش اللي انا همشي بيه انا هتعامل مع الاي في فلودز از دراج ذا فور ديز فلود ثيرابي نيد تو بي كونسيدر انا هتعامل مع الاي في فلود على انها دراج وبالتالي الفلود ار دراج لو اندكيشن لو كونتر اندكيشن لو سايد افكتس والديفرنت اندكيشن زي ما اتفقنا بقى ريسستيتيشن ريبلسمنت منتنس ده خلاص احنا اتكلمنا فيه مش هن ايه مش هنعيد الكلام تاني طب الدوزنج مهم جدا ذا دوز ميكس ذا بويزون يعني ايه؟ يعني مجرد انك تغير بس في التركيز ده كفايه انه يحول الحاجه اللي هي كويسه او حاجه تبقى ميديكيشن تتحول الى بويزن، لو انا اديت دراج باوفر دوز الاوفر دوز دي حولته الى توكسيك substance وبالتالي الايفلوز برضو لو اتاخدت دوز اكبر من اللي احنا محتاجينها هتتحول الى توكسيك substance طيب الديوريشن وده مهم جدا. عندنا مشكله في الـ في الاي سي يو عموما فان احنا ساعات كتير نبتدي الحاجه لكن عندنا مشكله ان احنا ايه ما عندناش ستوبنج تريجرز دايما عندنا ستارتنج تريجرز احنا سهل قوي ان انا اتيب العيان سهل قوي احط العيان على فنتليتر سهل قوي ادي العيان اي بي لكن امتى بقى اوقف امتى وين على الفنتليتر امتى اوقف الاي بي واقول لا خلاص لا هي دي الفكره لازم يبقى انا وانا ببدا البلان بتاعتي بتاعة الاي في انا هدي اي في النهارده انا متوقع ان العيان ده هيقعد ام بي او مثلا هيدخل سيرجري بكره هيقعد مثلا يومين او ثلاثه بعد العمليات وبعد كده هيبدا ياخد الفيدنج فانا عامل حسابي ان الاي في دي مش هيبقى معاك ايام طب لا ده لا انا العيان ده هيقعد فتره طويله ام بي او ده عامل جي اي تي سيرجري او كده فيقعد فتره طويله ام بي او يبقى انا همشيه مثلا الاي في فلود ثلاث ايام ثم بعد كده هيدخل معايا تي بي ان فانا البلان واضحه من دلوقتي تمام وبالتالي برضو في القصه بتاعت اللي هي ايه دي اسكاليشن و وإن أنا إزاي أبدأ هسحب أو أعمل withdrawal للفلويدز واحدة واحدة وأدخل معاهم مثلا أورال انتيك لحد ما أوصل إن العيان ده وصل ل 50 أو 70% من ال من الإنتاج بتاعه أورال فأقدر إن أنا أوقف في الأي خلي بالكم النقطة دي تماماً. أه ال الجدول ده هو تقريباً بيشارح القصة مش عارف هو اللي حصل له في ال في الباور في, ال في, ال في النقلنج بس. التايبس أوف أي فلويدز زي ما اتفقنا احنا عندنا بقى الاي في دي حاجات كتير قوي هبدا بالكلمه اللي هي الموضه دلوقتي الاي في فلودز بتاعه ريسسيتيشن يعني ايه يعني انا جاي دلوقتي عيان دخل عليا الاي ار ER او دخل لي العنايه عنده شوكت خلاص اتاكدت بقى كلينيكال وفي السايز اوف شوك وكده فانا محتاج اديله فلويدز فور ريسسيتيشن فظهر هنا كلمه البالانسد سوليوشن اللي هو عباره عن كريستالويدز وكولويدز واتفقنا ان البالانسد سوليوشن دي عشان اقول انها بالانسد سوليوشن لازم يكون ليها مينيمال افكت على الهوموستيزس والاكسترا سيلولار كومبارتمنت والاسيد بيز الكوليبريم والالكترولايت كونسنتريشن يبقى مهم قوي عشان اقول ان ده اسمه بالانسد سوليوشن لازم يكون ما بيأثرش على الهيموستيزس ولا بيأثر على الاكسترا سيلولار كومبارتمنت والاهم الاسيد بيز بالانس والالكترولايت كونسنتريشن وبالتالي بداوا يحطوا شروط ان ايه المحلول ده اسميه بالانس سوليوشن فمن ضمن الشروط دي قال لك لازم يكون فلويد with low chloride content وهنيجي شويه كمان هنفهم يعني ايه برضه لو كلورايد كونتنت طيب يبقى قالوا والله احنا عندنا تو مين كاتيجوريز للبالانس سوليوشن عندي فلويد causing minimal effect على الاسيد بيز اكوليبريوم ما بيأثرش على البي pH بتاعت الدم لما انا هنقله للعيال وفي نفس الوقت الالكترولايت كونتنت عندهم حاجه اسمها سترونج ايون ديفرنس يعني الفرق ما بين الانايونز والكاتايونز اللي فيه لازم تكون افتر ذا ميتابوليزم تكون قريبه من الـ اللي هي اللي احنا بنقول عليها ايه Base اكسس او البيز ديفيسيت اللي هو ال 24 29 الملي اكوفنت بير خلاص تبقى قريبه كمان للايه؟ للاناين جي. طيب الفلويد هافنج ا نورمال اور سب نورمال كلورايد ده برضو احنا اتفقنا ان هو من ضمن الايه؟ الشروط ان احنا عشان نقول ان ده اسمه بالانسد سوليوشنز. طيب ايه هي الفاريبلز اللي هتاثر على البي اتش عموما؟ يعني انا دلوقتي عشان اقول ان الدم ده ما حصلش تاثير على البي اتش. ايه الحاجات اللي ممكن تاثر عليه؟ الكربون دايكسيد اللي هو البي سي 2 الحاجه اسمها النان او ويك اسيدز وال strong ion difference defined as the difference between the sum of all strong cations and the sum of all strong anions الفرق ما بينهم بقى اسمه ده ال ion difference خلاص اللي هي الحاجات اللي شايله بوزيتيف تشارج والحاجات شايله نيجاتيف تشارج الفرق ما بينهم يبقى هو ده الايه الايرون ديفرنس طيب It سوجست ذات انترفينس فلويد مي افكت البي pH خلاص طيب ازاي Specific electrolyte كونتنت هتغير السترونج ايون ديفرنس ماشي احنا لسه متكلمين على الكلورايد فهو لما يبقى الكلورايد بتاعها قليل غالبا مش هتاثر طب لما يبقى الكلورايد عالي هياثر على الايون ديفرنس اللي ما بين الـ الحاجات وبالتالي الايون ديفرنس ده لما يبقى قليل هياثر لي على البي اتش الدايليوشن افكت ديو تو ذا فوليوم انفيوجن لما انا هدي مثلا محاليل بكميه كبيره هتبدا تعمل دايليوشن للايه للويك اسيدز اللي موجوده جوه البلوت وبالتالي هيحصل انها برضو تاثر على البي pH والفلويد able to leave the plasma pH unchanged after administration at a constant PCO2 ده اللي اسمه البالانسد سوليوشن طيب امال ايه يا عم انت قلت لنا في البرومو ان عندنا النورمال سلاين تقريبا كانه 50 باج اوف تشيبس وبدات الناس تقول عليه اسمه اب نورمال سلاين مش نورمال سلاين زي ما هو إيه الاسم المعروف قال لك والله احنا حطينا شروط عشان نقول ده اسمه بالانسد سوليوشن وبانه بالانسد فمش هيأثر على الـ, الـ, الـ pH ولا هيأثر على الهيموستيزس ولا هيأثر على الفلويد كومبارتمنت. طيب تعال بقى نحط الكرايتيريا دي على الصالين ونشوف. قال لك والله النورمال صالين ده الـ, الـ content اللي فيه فيه صوديوم 154 وفيه كلورايد برضه تقريبا 154 نسبه عاليه جدا فالايون ديفرنس بتاعهم قليل جدا. وبالتالي ال strong ion difference is the infused fluid is greater than plasma HCO3 plasma pH will tend toward alkalosis ده ده ده, ده عموما لكن مع الصلاين بقى هتروح ناحيه الايه؟ toward الاسيدوزس لان ال infused fluid uh, ال strong ion difference هتبقى قليله قوي ما بين الاثنين لان لو انت 154 هنا و 154 هنا تقريبا يكاد يكون زيرو فالايون ion ما بينهم احنا عايزينه بقى احنا قلنا عشان يبقى قريب من بتاع البلاد يبقى 22 24 26 فاحنا هنا ايه؟ تقريبا يكاد يكون زيرو وبالتالي هيحول البي اتش تو ووردس it is always ذا كيس مع النورمال سلاين وعشان كده هو قال لك ايه طب ازاي يبقى نورمال لا ده, ده بقى اسمه اب نورمال طيب موضوع برضو ان انا في الاخر انا بدي العيان صولت انا بديله له صوديوم هو الصوديوم الموجود بتاع العيان بتاع جسمه كام الطبيعي اللي احنا بنظبط عليه الصوديوم بتاعنا اللي هو ال 130 ل 140 اللي هو الافرج يبقى 135 طب حضرتك بتدي له صوديوم 154 طب لو تديله كميه كبيره هو معرض ان هو يبقى هايبرناتريميك وفي نفس الوقت الأسيدوزس دي هتأثر لك على البوتاسيوم تمام وبالتالي بدا النورمال سلاين يدخل في القصه ان هو ايه ده مش بالانسد سوليوشن تمام وفي نفس الوقت في نقطه بقى احنا ما اتكلمناش عليها كمان اللي هي التونيسيتي يعني ايه تونيسيتي يعني هل الفلويد ده نفسه ده ايزوتونيك ولا نير ايزوتونيك ولا آه الفلويد ده هايبرتونيك تمام طيب الحاجات اللي هي ايزوتونيك او نير ايزوتونيك اللي هي الكلورايد بتاعها قليل ده ينطبق على الحاجات اللي ايه اللي فاتت اللي هي اللو كلورايد طب السلاين التونست ايه الاخبار ده الكلورايد بتاعه احنا قلنا عالي جدا يبقى كده ايه اللي احنا بنتكلم ان التون بتاع السلاين تقريبا بقى فوق ال 154 و154 يعني 310 يعني هو ايه ناحيه الهايبرتونيك شويه وبالتالي برضو السلاين هنا ما بقاش هو الايدل طب انت عايز توصل لايه؟ يعني انت عايز توصل يعني ان الصالين ده وحش يعني؟ لا انا عايز اقول لك والله ان هو الصالين ده مش ايزوتونيك بالانسد ايه؟ سوليوشن. طب احنا محتاجين يبقى عندنا حاجه اسمها ايزوتونيك بالانسد سوليوشن. طب تعالى يا عم شوف لي البالانسد سوليوشن اللي عندي. البالانسد سوليوشن اللي عندي سواء رينجر نكتيت اللي هو ايه؟ هتلاقيه هايبوتونيك. طيب إيه طب ما هو كده برضه مش محقق لي قوي الايه؟ ان هو جاب لي الموضوع ده الرينجر اللي انت بتقول لي ده بلنس بقى والصوديوم اللي فيه 135 ولا كده ودخل معاك بقى بقى فيه شويه بايكارب وفيه شويه كذا فمش حافظ لك على الايون ديفرنس اللي احنا قلنا عليه فما بيعملش اسيدوزس بس للاسف هو هايبوتونيك. طب امال البلازما لايت اللي هم بيقولوا عليه هنيجي شويه قال لك والله البلازما لايت ده السترونج ايون ديفرنس بتاعه هيبقى برده بالنسبه لنا عالي وبالتالي العيان ده هيتحول الى ان هو بدل ما هيعمل اسيدوز زي السرابين هيعمل الكالوزس. ومن هنا وصلنا ان احنا ما عندناش ايديال اي في فلوت يعني في الاخر لو انت بتسوق لي ان انت عايز بالانس سوليوشن وعايز تقول لي والله انا هعمل البلازما لايت ده هو البالانس سوليوشن او الهارتمان او اللاكتيت برينجر او الحاجات دي هي دي البالانس سوليوشن لا للاسف انا ما عنديش بالديفينيشن اللي انت حاطته لي كبالانس سوليوشن ما عنديش ايديال بالانس سوليوشن طب ايه الإيدل اللي إن انا ادي العيان الإيدل اللي إن انا ادي العيان ده البلازما بتاعته طب ما هو اصلا هو عنده نص وهو هل انا هقدر ادي بلازما طول الوقت؟ فهي هنا الدمين. انا ما عادش عندي الايديال بالانس سوليوشن ما عنديش. طيب هنا الفروقات بقى ما بين كل واحد والتاني احنا باي ذا عشان بس نبقى احنا القصه دي احنا الستارش او الحاجات اللي هي الاي فلويدز الكومبوننت بتاعتها ستارش زي ال اللي هو الفوليوفين والحاجات دي دي اكتر في الادلت مش عندنا الاستخدام بتاعها في الاطفال ليميتد قوي. وما بنستخدمهاش تقريبا الجزء بتاع البلازما لايت هو ده بيعتبروه ان هو الايدل هو ده اللي بيسوقوا له لكن هو برضو غالي جدا فهو مش موجود قوي عندنا فاللي احنا بنتكلم فيهم هم النورمال سلاين وهو الهارتمانز والاستيتد رينجر او رينجر لاكتيت ورينجر استيت دول القصه ما والفرق ما بين الرينجر اللاكتيت ورينجر اسيتيت ان هو يعني بيقول ان الاسيتيت ده بيستخدم احسن لو العيان ده الليفر بتاعه مش احسن حاجه عشان مش مش قادر يظبط مع ال يحاول اللاكتيت دي مثلا لبيكارب بعد كده وفي نفس الوقت الاسيتيت ده بيقول ان هو برده لو العيان ده عنده هايبر كالسيمية فممكن يمسك في الكالسيوم احسن شويه يعني وقت بس عشان هو بيحاول يسوق لك ايه الايه القصة دي من هنا انت هتشوف بقى يعني الجدول ده موضح لك ان كل واحد ايه الكومبو ايه الصوديوم كونتنت اللي فيه وايه الاوزمولاريتي دي تحت خالص اهي وفي نفس الوقت ده بتحسب بقى اذا كان في سترونج اير ديفرنس ولا لا وشوف مين فيهم الكلوراي بتاعه قليل فيبقى انت فاهم مين هو الافضل طيب قال لك طب ماشي يا عم انت عملت تقول لنا بالانسد سوليوشن برده يعني انت عامل ع... انت عايز تقول لنا يعني بتسوق لنا ان البلازما لايت ده او الرينجر ده احسن من السلاي طب ايه دليلك على كده قال لك والله احنا عملنا تجارب واشتغلنا على ان بنقارن ما بين البالانسد والأمبالانسد ما بين قصين الصلاين يعني عشان يقول لك ان في ديفرنت افكت على البلاد فوليوم وان العيانين الهيلسي لما اديناهم سلاين كانت امورهم كويسه بس العيان بقى اللي مش هيلسي لما اديناهم اللي هم الشوك دي يعني لما اديناهم احسن البالانسد سوليوشن دي خدوا كميات اقل وفي نفس الوقت كان الافكت بتاعهم احسن ما كانش عندهم اسيدوزز وكده طبعا. ده بس كده يعني انت عايز تقول لي كده لا ده انا عايز اقول لك كمان ان البالانس سوليوشنز بيتر فور ذا كيدنس ليه؟ قال لك والله ما هو الصلاين ده هيعمل اسيدوزس والاسيدوزس دي هتعمل شويه كونتراكشن للفاسكولار سموث ماسل هتقلل لك الرينال برفيوجن ولما يقلل الرينال برفيوجن هيبدا بعد كده مع الاسيدوزس دي هيبدا يبقى في عندي مشكله في في الرينال كورتيكال تيشو برفيوجن وبالتالي اليورن اوت بتاع العيان ده يقل وبعد كده يبقى عايز يوصل لك ان العيان ده هي... الكدني بتاعته هتتاثر لو استخدم السلاين ان كومباريزون مع الايه؟ مع البالانس سوليوشن ما بين قوسين البلازما لايت. طيب اشتغلت هم هم بقى حاولوا جاهدين ان هم يعملوا الكلام ده ان يقول لك بقى احنا اشتغلنا وعملنا استادي ما بين البلازما لايت والنورمال سلاين بس هم اتفاجئوا ان ما فيش سيجنفكت ديفرنس يا عم انت عمال تقول ده بيعمل اسيدوزس وهيأثر على الكدني ومش عارف ايه فاشتغلوا هم على عيانين على حوالي 2090 عيان تقريبا وحاولوا ان هم يقولوا ان عايزين يوصلوا ان البلازما لايت احسن البالانس ده احسن والصلاين ده ايه وحش في الاخر نو سيجنيفيكانت ديفرنس ان ذا مين اوتكم بالنسبه لهم كانوا بيبصوا على الانسنس اوف انجري مخصوص طب يا عم احنا كده مش هنعرف نبيع البلازما لايت ده لا 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 احنا اكيد عشان الصلايد دي ما جابش نتائج عشان كان العدد قليل عادوا التجربه تاني على تقريبا ست او سبع اضعاف العدد ده على حوالي 16000 عينه اهو وفي نفس الوقت راندمايز كنترول ترايل ما بين السلايد وحط البلازما لايت وعشان يحطوا برضو الرينجر اللي معاهم لكن في الاخر برضو نو no ريدكشن في الان هوستال مورتاليتي اند ذات نايذر ذا انسدنس اوف ما كانش فيه اي فرق ما بين الاثنين يعني ايه؟ يعني ما فيش فرق ما بينهم الاثنين على بالتجربه طب الكلام اللي اتقال ده كلام ثيوريتيكال احنا بنحترمه كل حاجه لكن في الاخر السلاين ده هو اللي عندنا از ايكونوميك تشويس السلاين حبيبي وحنين على جيبي هو ده اللي موجود بالمناسبه البلازما لايت ده ال 14 ازازه لتر تقريبا ب 280 دولار يعني شوف بقى انت الازازه تقفلها لها تقريبا بتاع 500 جنيه مثلا يعني فايه فيعني معلش يعني السلاين ابو بلاش ده ولا البلازما لايت فانت انت كل اللي فات ده بتحاول تبيع لي البلازما لايت انا معاك اهو انا مشيت معاك ومشيت بالعلم ومشيت بالكلام ده بس انت في الاخر وصلت انك ما قدرتش تثبت لي ان هو احسن طيب طب عايز تقول ايه بقى؟ عايز تقول ان البالانس سوليوشن ده احسن طب اه هستخدمه مثلا لو انت عايز لو عنده شغل تستخدمه هو يبقى احسن اه طب لو عنده فيه ميتابوليك اسيدوز يبقى احسن اه طب اصل هو فيه لو كلورايد وسمبل يوزنج البالانس ماشي انا معاك اهو كل الكلام ده انا مشيت معاك طيب يوز اوف بالانس سوليوشن بارتيكولار ان بيشنت بوتنشال نيد سيجنيفيكانت اماوت انترفينس فلويد لان لما هتدي سلاين بنسبه كبيره هتغير الالكترولايز هتغير هت... تعمل لي نسبه اسيدوز فتاثر لي على البوتاسيوم وي 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 <صفيق> عفوا فايه ففي الاخر انت عايز تصوري لي ان البلازما لايت بقى احسن بس انت ما قدرتش تقول لي كده وفي الاخر هو نفسه اعترف قال لك ايه ذا موست important ريزون تو تشوز صوديوم كلورايد اوفر ذا بالانس سوليوشن از ايكونوميك لا احنا ما البالانس سوليوشن دي اللي احنا عمالين نتكلم فيها من الصبح بقى البالانس سوليوشن دي اللي هي عباره عن رينجر لاكتيت عباره عن البلازما لايت عباره عن الهارتمان سوليوشن وتقريبا هو نفس الرينجر لاكتيت بس حاجه بسيطه دول اسمهم بالانس سوليوشن واحنا شرحناهم بقى خلاص فايه يعني مش عايز اعيدهم تاني عشان الوقت لان احنا لسه في عندنا حاجات كتير قوي عايزين نكفر تمام طيب طيب احنا برضو خلي بالكم المحاضره دي احنا بنغطي الاي بي فلود مش هنغطي البلاد برودكت يعني مش هقدر اقول لك ان انا هدي بلازما ازاي ولا هدي مش عارف ايه لا احنا بس آي بي فلود ملتزمين بالفريم بتاعنا طب دخل معانا من ضمن الحاجات دي الالبوم طب امتى هل احنا ندي عايين دول قلبهم يعني ما هو انت بتقولي بقى عايزين نقرب من من البلازما وعايزين ندخل في القلب احنا اللي فات ده احنا وقفنا هنا ان انا عندي حاجه اسمها بالانسد سوليوشن وعندي النورمال سلاين اللي هو بيقول عليه مش بالانسد او اب نورمال او كل حاجه في الاخر وصلنا ان كافكت مفيش فرق كبير ما بين الاثنين لكن البالانس دي هتبقى احسن لو العيان ده شوك او العيان ده عنده سيفير اسيدوزس او العيان ده محتاج كميه كبيره من الفلويد تمام وبرده انا ما قدرتش اثبت هم مش انا يعني هم ما قدروش يثبتوا ان هو سوبيريور قوي على الصلاي تمام فده الجزء اللي اتشرح فيه البالانس سوليوشن انا مش هقدر اعيدها تاني ممكن ايه في سياق الكلام نجي لها تاني تمام يبقى ده ايه ده بس البالانس سوليوشن بالنسبه للالبوم احنا اتفقنا ان هو تقريبا مسؤول عن 50% من الانكوتيك بريشر اللي موجود وبالتالي ده هيحاول يحافظ لي على الفلويد في فاسكول ومسؤول كمان عن المايكروفاسكولار فلويد داينامكس وعنده مهمة كبيرة قوي بتاع الاندوثيليال جلايكوكاليكسيال لاير دي جيل لايك لاير لايننج وبالتالي لما بيحصل مشكلة فيها ولما تتدمر مع سواء بقى نتيجة الديزيز اللي عنده أو كده يبدأ يحصل انترافاسكولار ليكج وبالتالي لو أنا اديت ألبومن الألبومن المفروض إنه بيعوض أو بيحافظ على الحتة دي وبالتالي هيقلل شوية الليكج اللي بيحصل للبره الفيسل ويروح للاكسترا ايه فدي اهميه الالبومين وبنتفق بقى سواء هندي 20% او 5% وات ايفر الايه القصه بتاعتنا برضو احنا عدينا عليها في عجال. طيب يبقى احنا ايه اتكلمنا اه اللي فات ده كله كنا بنتكلم على الفلويد بتاعة الرسسيتيشن وقلنا بالانسد سوليوشن فيرسس نورمال سلايد فين؟ في الرسسيتيشن يعني هو العيان اللي جاي لك اللي احنا اتكلمنا عليه في الـ في الـ في الادفانسد لايف سبورت قبل كده لما يجي لي عيان شوكت وانا مش حاسس بقى بالس وكولد ويك بالس والاكستريمتس كولد ومش عارف ايه هشتغل عليها ازاي يبقى ساعتها العيان ده هيحتاج مني ريسستيشن هديله فلويد بولس الفلويد بولس دي يا بالانس سوليوشن يا صلاي وهنيجي بقى في الابليكيشن يعني في الابلكيشن هنقول احنا هنعمل ايه تمام طيب هنبدا ندخل بقى على الحاجات الثانيه الحاجات الثانيه اللي هي عباره عن ايه ده برضو الجدول ده بيقول لك بس ايه الكونتنت بتاعت الصوديوم في كل حاجه والايزوتونيك والهايبوتونيك والهايبرتونيك فتقريبا الـ الوحيد الصوديوم بتاعه عالي هو الصوديوم كلوريد او النورمال سلاين واتفقنا ان هو ايزوتونيك ناحيه الهايبرتونيك شويه تمام بس ان هو ستيل ايزوتونيك اللي زيه بقى الايه الحاجات الثانيه لو انا احط مثلا صوديوم كلورايد مع جلوكوز خمسه اللي هو نورمال سلاين مع جلوكوز خمسه وفي حاجات بقى ليها هاف نورمال سلاين دي 5 دول هيجوا شويه قدام طيب خلاصه الكلام اللي فات ده كله عشان لو انت وقعت مني في اللي فات ده برجعك تاني اهو عندي نورمال سلاين وعندي رينجر لاكتيت وعندي بلازما لايت رينجر لاكتيت وبلازما لايت دول الاثنين اسمهم بالانسد سوليوشن تمام السلاين احنا اتفقنا هما بيقولوش عليه بالانسد وحش واب نورمال سلاين ماشي كان كوز بقى يعمل لك ايه نان انان جنب تاوليك اسيدوزز ده السلاين ذات ريزلتنج اسيدوزز هياثر لي على البوتاسيوم تو شيفت اوت اوف ذا سيلز اند انتو ذا بلاد وكان بوتنشالي كوز ان اي كي اي كيدني بس الكلام ده ايه؟ ما قدروش يثبتوه 100% بس هو بيقول ان هو ايه؟ وحش في الحته دي فلما يجي لك عيان يعني عنده أسيدوزز قوي او انت قلقان ان البوتاسيوم بتاعه قليل او او انت قلقان ان هو عنده كدني بروبلم يبقى روح ناحيه الرينجر لاكتيت او البلازما لايت فلو هم افيلابل تمام؟ طيب رينجر لاكتيت خلي بالك ما, بيحص... ما بيعملش هايبر كاليميا وسيف تو جيفن ان ذا بيشنت وذ بي اكزيستنج هايبر كاليميا والبيشنت بقى لو عنده ليفر فيلير and you are giving ringer lactate you cannot longer interpret serum lactate مش تقدر ايه تعرف المشكله فين ليه؟ لان العيان ده لو الليفر عنده مشكله المفروض هو بياخد اللاكتيت ده يحوله لايه؟ اللاكتيت اللي يروح بقى يتحول لبايروفيت ثم بعد كده فلو هو الليفر ده مش شغال يبقى اذا ايه؟ اللاكتيت هيكيوميليت فانت ما انتش هتبقاش عارف بقى اللاكتيت ده والله ده من السيبسز ولا من السيبتك شوك ولا من الهايبو زي ما هنشوف قدام ولا نتيجه ان هو اصلا عنده الليفر ايه؟ في مشكله وساعتها هيبقى استخدام الرينجر لاكتيت مش احسن حاجه تمام وخلي بالك هو بيتر هو بقى بي افويدد شويه في العيالين عندهم انكريز انتركيل بريشر طيب البلازما لايت هو عايز يقول لك ان دازنت كوز هايبر كاليميا وان دازنت كوز لاكتيك اسيدوزس ومايت بي بريفيرابل تو رينجر لكتيت ان بيشنت ويز ميتابوليك اسيدوزس خلاص بس هو هنا ما قالش هم يعني هم عايزين يسوقوا لك ان البلازما لايت ده احسن ما قالش ان البلازما لايت ده ممكن يعمل الكالوسس عكس بقى الايه النورمال سلام تمام لان البي بتاعته قريبه تقريبا من بلاد سبعة من طيب يعني انا في السبسس وفي العيانين اللي هم انا لسه ما قلتش ما لسه ما قلتش ايه الفيرست تشويس إسبور إسبور استعجلوش انا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط جاي تمام في السبسس العين اللي هو عنده سبسس خلي بالك في شويه حاجات كده نونوه نو ستارش اللي ما بنديش الحاجات اللي فيها ستارش الفوليفين والكلام ده نو جيلتانس. نو جلوكوز 5% في الستيشن مفيش حد يعمل كده خلاص ده مش مش مطروح اساسا خلاص هم بيقولوا نوصل ايه لكن انا لو ما عنديش غيره هديه البالانسد آه سوليوشن اللي احنا عمالين نتكلم بقى رينجر البلازما لايت او ياخد بلاد او البيومين 20% اتفقنا فلود استراتيجي مور important ذان فلود خلاص احنا كل اللي فات ده كان فين في الريسستيشن قلنا تفصيلا واختصرناه في الايه في السلايدين التانيين الاخرانيين دول حلو امال ايه بقى موضوع المينتنس ثيرابي المينتال ثيرابي ده ريبليس the ongoing تيلي لوسز او فوتر اللي بتحصل نتيجه اليورينيشن والسويتنج والريسبيريشن والستول وده نورمال ريبليسمنت ده المينتنس بنقول عليه نورمال maintenance يعني العيان اللي هو جاي لك كويس خالص انت بس قلت له مفيش اكل مفيش شرب يبقى حضرتك هتاخد لي ايه؟ maintenance فلويد طيب المفروض الطبيعي ان انا اعمل له ايه؟ ادي له ووتر اللي هو بيفقدها واديله له الكترولايتس الووتر والالكترولايتس دول انا رايحين عشان يحاولوا يظبطوا الايه او يوصلوا للنورمال ليفلز اللي موجوده عنده فبس خلي بالكم من الحته دي طيب ايه بقى المينتنس فلويد دي تشيلدرن هو ريكواير اي فلويد فور مينتنس شود بي مانجد وذ رينجر لاكتيت سوليوشن وذ 5% اكستروز او نورمال سلاين او 5% جلوكوز اور هاف نورمال سلاين القصه دي ايه من الاخر كده العيان ده انا عندي تارجت ايه التارجت اللي عندي ان انا اديله كميه جلوكوز بقى في المينتننس عشان يحافظ له على العمليات الحيويه اللي عنده وما يبدأش يعمل بريك داون جو فانا محتاج اديله كميه جلوكوز فدايما المينترنس فلود هتلاقي فيه جلوكوز خلي بالك ده بدايه دخول الجلوكوز معانا في الاي في يبقى احنا كنا شغالين ريسسيتيشن الريسسيتيشن عباره عن كلهم ايه؟ بالانس سوليوشن فيش مفيش مفيش ريحه الجلوكوز طب بدأنا المينتنس هيبدأ يدخل معايا الجلوكوز بس انا بديله دي 5 ليه دي 5؟ عشان انا مش عايز اديله كميه جلوكوز كبير انا بس عايز اديله شويه منتنس عشان يحافظ له على العمليات الحيويه اللي عنده ما يبداش يعمل بريك داون لنفسه لكن ده مش نيوتريشن لما بتيجي انت تدخل تي بي ان بقى تبدأ انت تدخل جلوكوز بكونسنتريشنز اعلى وكده فعشان كده المينتنس فلويد هتلاقي يدخل معاك جلوكوز طيب بالنسبه بقى لل لل للسلاين لل... كونتنت لل... 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 او الصوديوم كونتنت فهيبقى عندك يا اما تستخدم بقى مع الدي الجل... 5 او الجلوكوز 5 عندك انك تستخدم يا اما 0.45% uh, سلاين او uh, تستخدم النورمال سلاين او تدخل رينجر وات ايفر انت عايز تمشي ازاي لكن الايدل واللي الناس معظمها ماشيه عليه هو الدي 5 هاف نورمال سلاين علشان انا لما بدي دي 5 هاف نورمال سلاين تقريبا المحدوده شويه يبقى اه هايبرتونيك ما بيزودش يعني بيحافظ شويه على الاوزمولاريتي لان انا عندي جلوكوز وعندي في نفس الوقت سلاين امتى ادي آه، نورمال سلاين مع الدي 5؟ لو العيان ده فيه شويه هايبوناتريميا او الـ الـ فيه شويه صوديوم لوس او بتديهم على العيانين الكبار الاكتر شويه بندي معاهم نورمال سلاين دي 5 لكن الايدل احنا بنشتغل اكتر على الدي 5 هاف نورمال سلاين. طب امال ايه البيديامنت اللي شغال عندنا ده؟ هو اكشن ده هو عباره عن هو م م يعني استخدامه اللي ما لقيتوش حاجات كتير قوي في الكتب لكن آه عباره عن هم بيستخدموه على انه اي فلويد انفيوجن بيستخدموه هو فيه كالسيوم كونتنت وفيه جلوكوز وفيه بوتاسيوم كلورايد وفيه صوديوم كلورايد بيستخدموه عشان يعالجوا بقى الحاجات الهايبوكالسيميا او الكاريبليسمنت لكن هو مش متصمم عشان يبقى اي في فلويد تمام وبالتالي البيديامنت ده مش الايدل مش الاحسن حاجه طب امال ايه البنسول بتاع الاي في بتاع الجاسترو انترايتس البنسول بتاع الاي فلود بتاع انترايتس هو عباره عن صوديوم كلورايد عليه شويه بوتاسيوم كلورايد عليه جلوكوز عشان يبدا الجلوكوز مع الصوديوم هي الجلوكوز الصوديوم شانل اللي موجوده في الجي في اي تي هي دي الستيل الوحيده اللي موجوده عشان تشتغل لو اديناه اورال طب لو العين ده ما انا بدي له برضه الجلوكوز كونتنت مع الصوديوم كونتنت عشان اقدر اعوض له اللوسز اللي هو ايه اللي فيه اللي حصلت له فده البنسول اللي موجود فهو عباره برضه فيه صوديوم كونتنت هو آه الصوديوم كونتنت اللي فيه تقريبا قريبه من الدي 5 نورمال سلاين او دي 5 هاف نورمال سلاين لان الصوديوم بتاعه تقريبا 85 واللي موجود في الـ في الهاف نورمال سلاين تقريبا 77 فيعني تقريبا تقريبا البنسول ده قريب من الدي 5 هاف نورمال سلاين تمام يبقى دي الحاجات اللي احنا قلنا عليها طب احنا هنشتغل ايه كمينتننس انا هنا قلت لك اهو انا لسه في الـ في الـ في الكريستالويد انا قلت لك انت عندك التشويس تشتغل نورمال سالين لو افيلابل او تشتغل بالانس سوليوشن لو انت بقى في مكان عندك بلازما لايت او عندك رينجر لاكتيت عندك الاثنين انك ممكن تختار ما بين الاثنين لكن هنا كمينتننس انا غالبا احنا بنبدا ايه دي 5 هاف نورمال سلاين تل بروف ذا اذر او لو انا عندي انديكيشن ان انا استخدم حاجه ثانيه ايه اعلى طيب اختصار لي بقى يا عم اللي فات ده كله حاضر العيان ده ستيب واحد عنده لو بريلود او عنده فايتال ساين تشينج يبقى ده محتاج ريسستيشن الريسستيشن ده هتبقى عباره عن كولويدز وكريستالويدز كولويدز اللي هي البلازما والبلاد برو يقفد عيان نزف دم طب انا عندي دم افيلابل هديله دم طيب انا ما عنديش دم افيلابل عايز اديله اي فلويدز بيقول لك هنا في الوقت الامرجنسي وقت الريساسيتيشن، الكولويدز مش سوبيريور في الايه في الكريستالويدز اديله بقى اللي تلاقيه قدامك رينجر لاكتيت هو سوبيريور عن نورمال سلاين لو العيان ده فيه هايبر كاليميا او العيان ده انت قلقان ان يكون عنده اسيدوز ااا أه، لو العيان ده عنده انكريز انت بريشر لو سمحت ادي بلازما لايت احسن من الرينجر لاكتيت ده القصه دي طيب جيف اي فلويد أه، وري اساس الفوليوم ستيتس احنا ما بنديش الارقام الكبيره دي المقصود بيه بقى احنا هندي كام ملي بر جي احنا اتفقنا ان البولس 20 20 20 تمام على حسب برضو انت هتدي ايه وعلى حسب اللي احنا هنقوله بعد كده هنحدد احتياجاته والمونيتورنج بتاعه هيبقى ازاي طيب هه. نهدى شويه كده انا دلوقتي برضو انت قلت لي كلام كتير كده وانا دخت انا مش فاهم احنا عايزين نعمل ايه بالظبط انا دلوقتي جاي العينة اهو قدامي هتصرف ازاي هقول لك يا نتصرف ازاي رقم واحد العين جايلك وانت شفت العين ده شفت اول حاجه هنحط له ايه هنحط له اللاين يا مس الحقيقة تعالي او لو طبعا لو انت دكتور عناية او دكتور آآ آآ طوارئ او لو انت المفروض حتى الناس اللي شغاله في انجلترا او كده الدكاتره هي اللي بيحطوا الكانيولات فخلي بالكم من القصه دي عشان تبقوا انتوا بس ايه اوير بالقصه دي آآ يبقى رقم واحد احنا لازم ايه نحط لاين نحط كانيولا هندي فيها ونتشيك اللاين ده شغال ولا لا واللاين ده في الفين مش ارتيريال ومش اي حاجه ونشوفه كويس ونجربه عشان نطمن ان هو تمام خلاص اطمنا هنبدا رقم بعد كده نعمل ايه نعمل اسيست خلاص اسسمنت العيان ده ايه العيان ده ايه بالظبط مشكلته ايه العيان ده هو محتاج فلويد ومحتاج آه الحاجات دي يقدر ياخدهم اورال يس yes. طب اديهم له اورال متشكلين انت مش بتاع بس انا حطيت كانولا يا عم ما انا آه حطيت كانولا ليه عشان انا حطيت كانيولا لان العيان بتاعي ده جاي لي كريتيكال بس انا برضو بقول لك عشان تفكر هم وده البروتوكول بتاع او الجايد لاين بتاعت انجلترا ميزه الانجليز عموما ان هم مش عايزين الراجل اللي موجود في الطوارئ او موجود في الرعايه او بتاع يفكر هم حاطين له جايد عشان انا شغال بلاين عم بيجي بيتحط له بعد وبعد كده هنشوف تمام طيب مش محتاج يقدر ياخد اورال خد اورال يا عم مع السلامه طب مش هيقدر يبقى ده محتاج هشوفه بقى محتاج اي فلوت محتاج ريسستيشن ولا لا محتاج ريسستيشن هنروح للايه ريسستيشن طب مش محتاج خلاص طيب هو بقى في لوسز ولا ما فيش محتاج اديله بقى لوسز او لا طب عنده ريسك اوف هايبوجلايسيميا ولا لا طب هعمل له ايه على حسب طيب العيان ده بتاع الايه ده محتاج ريسستيشن خلاص هنعمل ايه هو محتاج خلاص ريسستيشن ايه الجايدلاينز هنعمل له ايه هندي له بقى هو عنده اي كونديشن ثانيه يعني عنده كاردييا كونديشن عنده كيدني ديزيز عنده حاجه تخليني ما ادخلش بقلب جامد وادي بولس لو هو كارديياك لا خلي بالك لو هو عيان رينال لا خلي بالك يبقى البولس بتاعتك 5 ل 10 ملي بير كي تمام كده طب العيان ده لا كاردياك ولا رينال يبقى ايه ادخل بقى ده, ده جالك شوك ده, ده محتاج ريسستيشن يبقى 20 ملي بير كي اوفر 10 مينتس وخلي بالكم من الوقت مهمه جدا احنا كل علاج الشوك اسمها ذا جولدن اور خلاص فانت المفروض تدي 3 بولسز 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق, دقائق نص ساعه عشان بعد كده في النص الثاني هتبدا تشتغل اي متروبس. تمام فانت ايه يبقى انت هتدي 20 ملي بير كي اوفر 10 مينتس طب الكانولا ثقيله طب اللي الل الل مش عارف ايه يبقى هنديهم بولسز بايه بايدين هي اسمها بولس اصلا اسمها بولس يعني ايه تتاخد كده خلاص يبقى يا اما علقته اللاين ماشي كويس وماشي سريع يا اما هتديهم حتى بالسرنجات لو عندها شوك سيفيرلي خلاص وهندي ايه الانجليز برضو زينا كده غلابه وايديهم برضو مش فرطه في الفلوس صوديوم يعني أساس افتر البولس كومبليتد خلاص ده دي لاينز اللي هم ماشيين بيها فاحنا مش اغنى منهم ماشي انا شرحت لك وفهمتك الرينجر أنك تد موجود وسوبيريور وبلازما لايت وخلي بالكم برضه عشان يعني ايه تبقوا فاهمين القصه دي اوف كونتروفرسي دايما الموضوع فيه كونتروفرسي كتير انا بحاول انقي من الجايد لاينز وبحاول انقي من الحاجات اللي موجوده اقرب حاجه لظروفنا ما هو انا معلش انا انا مش 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 رعايتي مش غنيه قوي ان انا يبقى عندي ان انا امشي العيال بلازما لايت ب 500 جنيه او ب 400 جنيه للإزازة. ونشيل له في اليوم بيبقى 1000 جنيه بس ما طب انا هجيب له ادويه منين؟ إيه. اصلا مش هيتصرف لي لو انا في مستشفى حكومي وفي أنا في مستشفى برايت انا مش هحط عليه ايه؟ بيردن بتاع الكلام ده فخلي بالكم برضو انا بحاول ليه دايما اروح الكلام ده؟ رينجر لاكتيت يا ريت لو موجود ماشي بس مش هيبقى افيلبل زيه زي الايه؟ الصلاي. طب لو انت وصلت حضرتك ان اديته 40 مللي او 60 مللي والعين ده ما بتحسنش لا لا خلي بالك بقى انت محتاج ايه؟ تكلم حد اكبر منك بقى الموضوع كده ايه خرج من إيديه تمام؟ بقى خلاص بقى اسمها فلويد اند ريسبونسيف شوك وهتبدا تشوف بقى محتاجين اينوتروبس فحضرتك لو انت صغير يبقى هتكلم الاكبر منك، طب لو انت راجل بتاع اي ER ار يبقى هتكلم الانتنسيفست لان احنا خلاص وانس ان احنا ابتدينا اينوتروبس في الاي ار ER العيان ده ايه؟ داخل الاي سي يو ما انا مش هبدله اينوتروبس في الاي ار ER وهروحه او هدخله ايه؟ وورد وبالتالي لازم هنا الراجل بتاع الانتنسيفست يبقى ايه؟ يبقى انفولفد معاك. طيب خلاص يا عم ادينا البولس والعيان الحمد لله اتحسن. احنا بقى خلاص احنا سكت الانتروس دي قلناها في محاضرات قبل كده ادينا بولس والعين الحمد لله اتحسن هنعمل ايه؟ يبقى العين ده محتاج مينتنس طب مينتنس هنمشيه ازاي؟ ها اول 10 كيلو ايه؟ ثاني 10 كيلو ايه؟ ثالث 10 كيلو ايه؟ الناس كلها عارفه بقى اول 10 كيلو 100 مللي بركي جي وثاني 10 50 مللي بركي جي ها وثالث 10 ايه؟ 20 صح كده؟ طيب احنا هنمشي بخطه الكابتن رضا عبد العال بقى 4 2 1 يعني ايه؟ الاول 10 كيلو هنمشي 4 مللي بير جي برقور. فلما تضرب 4 في 24 يبقى هم ال 100 تمام؟ السكند ال 10 كيلو التانيين اللي هو بقى من 11 لحد 20 يبقى 2 ملي بركجي اور ف 2 في 24 يبقى هم تقريبا 48 هم ال 50 تمام؟ طب الاقل من كده الواحد في 24 تقريبا هو ال 20 دي دي اسهل في الحفظ وعشان تبقى انا هعلق قد ايه على طول في الساعه مش لسه هقعد احسب وبعدين كده ارجع اقسم 24 عشان يبقى ماشي كم لي في الساعه فهو بيجيبها لك اختصارا برضه هم برضه بيحط الكلام ده للراجل عشان هو مش عايزه يفكر هو شايف انه في الاستريس في ناس كتير بتفقد تركيزها في الاستريس فلو سمحت احنا في المينتننس ايه مش هنفكر طب خلي بالك بقى ولما نيجي ناحيه المينتننس دي انت في نقطتين احنا هنمشي بالوزن وساعات في ناس ممكن نمشي بالبادي سيرفيس اري طب انا مهم البادي سيرفيس اري ليه عشان بس يحسب لك الحته بتاعت الانسنسبل ووتر لوس خلاص يبقى انا عندي حاجات انا بقدر احسبها في حاجات اسمها اتنس الوتر لوس اللي هي 400 مللي برميتر سكوير بير اور وبدي له اليورن اوتبوت عشان ايه اعوض. انا متهيالي ما حدش اشتكى من الصوت او الناس اللي بتشتكي بتبقى فرديه. فبس الصوت متهيالي وصل للناس كلها. صوت كويس دكتور. طب تمام اللي عنده الصوت بس مشكله ممكن يدخل يخرج تاني اسرع او يظبط بس السماعه اللي عنده. بالنسبه يبقى احنا اتفقنا كده ايه على الفلوت يبقى احنا قلنا خلاص هندي ايه؟ وقلنا الكميه قد ايه؟ وقلنا في جزء معانا اسمه انسس ووتر لوس ويورن اوت بوت المفروض نعوضهم معانا هيدخلوا في الايه؟ في الحسبه تمام؟ طب هندي ايه؟ مينتننس خلاص دي 5 نورمال سلاين الا لو العيان بقى عنده ايه؟ عنده مشكله عنده مشكله في ايه الصوديوم بتاعه لا قليل محتاجين نعلي له صوديوم يبقى دي 5 نورمال سلاين طب خلي بالك بقى نقطه مهمه احنا محتاجين ساعات ما ندلوش المينتننس كله امتى لو العيان ده عنده ريسك اوف ووتر ريتينشن هتلاقي دايما يقول لك ايه في يقول لك احنا والله العيان ده هنحطه على 80% اصل العيان ده عنده مشكله شيست تسمعوا الكلام ده يقول لك العيان ده احنا هنحطه على 60% اصل عنده مشكله نيورو تمام الناس ممكن تبقى فاهمه ومتقبله العيان احنا هنقلل له الفلو عشان هو كارديك او رينال الناس متفاهمه ليه هو رينال ما بيخرجش فانا هعديه هعبيه يبقى انا كده بديله فلازم اعمل انا ريستريكشن طب العيان الكارديك ما هو ده هيعمل فوليوم اوفرلود على الهارت الناس متقبله او فكره ان انا احط 60 او 50 طب الشيست ماله يعني هو ما هو عنده شيست اهو انا ليه بقى بعمل له بقلل له الاي بي فلودز بخليه على 80% طب هو عنده مشكله في البرين فوق ليه؟ لان لما بيبقى شيستي او ساعات يبقى عنده برين بيبقى عنده دايما لايبيلتي للووتر ريتنشن السايد اتش سندروم اوف انابروبريت انت هرمون هتلاقوا من ضمن الباثوجينيسيس بتاعتها ومن ضمن الاسباب النمونيا هتلاقيها موجوده وهتلاقي الاسباب بتاعت الايه السنترال او النيورال لو انا عندي اي سي ناس تمام وبالتالي انت قبطه انك بتنزل في النيورال عشان هو اكتر هيبقى فرصه الوتر ريتنشن عنده اعلى بيوصل في 60% كمان ساعات والعينين اللي هم عندهم مشكله بتاعه الشيست او النمونيا يبقى يقل عندهم الايه القصه دي. طيب خلصنا القصه دي اه تمام طب احنا يبقى احنا كده انت قلت لي حضرتك الايه الرسسيتيشن وقلت لي حضرتك المنتنس ما جبتليش سيرت الريبليسمنت اه ما لازم اعمل ريبليسمنت مش حضرتك بيجي لك العيان وتقول لك محلول بنسول موحد على مدار ست ساعات بمعدل 83 نقطه في الدقيقه مش عارف ايه مش بتكتب كده حضرتك لما بيجي لك العيان في الاستقبال اه ده اسمه ايه؟ ده اسمه ريبليسمنت ثيرابي لما بيجي لك العيان بتاع الديكي ايه وانت بعد كده بتقول تحسب له ايه والله انا هحسب له الايه ديفيسيت والمينتنس والديفيسيت ده له على 24 ساعه واول 8 ساعات مش عارف ايه وثاني 16 ساعه هعمل ايه وكذا صح او لا ده انا هحسب له يومين واضيفهم مش عارف ايه واقسم ايه ده اسمه ايه؟ انا بعمل له ريبليسمنت للوسس. طب حضرتك هتربليس ايه؟ هتربليس اللوس يبقى الفلويد اللي هديه لازم يكون قريب من اللوسس اللي كانت عنده وبالتالي العيان اللي كان عنده جاستريك لوسس يبقى لازم ادي له صوديوم كلوريد لان هو فقد كلوريد جامد من الايه؟ من الفوميتنج وادي له بوتاسيوم وهكذا. طب العيان اللي فيه درين نفس القصه. طب العيان اللي عنده دياريه يبقى هحاول ادي له برده حاجه ايه؟ تعوض له نفس الكلام يبقى دايما انا بعمل ريبليسمنت للايه؟ لللوسس طب لو اللوسس ده كانت بلاد يبقى اديله بلاد عشان خاطر ايه العين اللي جالك بقى انيميك هارت فيلير انت مهما له كريستالويدز ما خلاص ما هو انيميك هارت فيلير ما فيش دم يشيل الاكسجين طب انا هديله فلود. هعوضت الكميه لكن ما اديتوش الايه الكواليتي يعني اديته الكوانتيتي اه بقى هو نفس حجم الدم لكن الكواليتي بتاعته قلت وبالتالي العين ده مش هيتحسن الا لو خد دم فخلي بالكم من الايه من النقطه دي تمام طيب العيانين بقى اللي هم عندهم شويه مشاكل الهايبر ناتريميا والقصه دي انا مش هتكلم النهارده في الالكترولايت عشان بس ايه انا لسه تقريبا المحاضره ايه الثقيل هو اللي جاي فانا مش هضيع وقت في الحاجات اللي انا شايفها انها ايه مش هنتكلم فيها قوي لكن هعرج بس على نقطتين خفاف كده البيرن العيانين اللي عندهم بيرن اللي هو بيجي لك ويقول لك ده انا عنده حرق بنسبه 10% ولا حرق بنسبه كام في الميه دول ليهم فورمولا مخصوصه اسمها بيركلند فورمولا اللي هو ايه؟ العيان اللي عنده بيرن ده هو فقد السكين والسكين دي مسؤوله عن بيحصل انها تعمل تحافظ على الميه اللي موجوده فلما السكين بارير ده بيتكسر بيحصل ايفابوريشن ميه كتير بتخرج فانا بعوض الميه دي بعوضها اكوردنج للبرسنتج بتاعه الايه؟ السيرفس اريا اوف ذا بيرن خلاص 4 مللي بير كي بير ويت مظبوط بس بيتقسموا ازاي؟ بيتقسموا على 24 ساعه يبقى حدي ايه؟ هدي نصهم في اول 8 ساعات ونصهم في 16 ساعه التانيين دول ايه دول خلاف المينتنس تمام يبقى 4 مل بير جي بير مضروبين في السرفيس اريا بتاعه البير دي الكميه كلها زائد المينتنس المينتنس ده خلاص ده كده كده معايا ماليش دعوه بيه وجايدد باليورين اوتبوت طيب هديهم ازاي نصهم على اول 8 ساعات والنص الثاني على ايه على 16 ساعه وبالتالي هو حاسبها لك فوق في الحته الجزء الاسمر ده هتلاقي كاتب لك ربع ملي بير كي جي في البادي سيرفس اريا ها بير اور في 8 ساعات يبقى الربع في 8 هم دول ايه؟ 2 ملي طب وال 125 من 1000 في 16 ساعه هم دول 2 ملي التانيين عشان بس تبقى انت فاهم الايه؟ القصه وانا همونيتور بايه؟ باليورين اوت بوت طب لو لقيت العين ده اوليجوريك لا يا حبيبي زود اعدي؟ اه ممكن اعدي ممكن اعدي الاربعه دي اه ممكن اعدي لو العين اوليجوريك ده انا قلقان ده عنده لوسس كتير قوي طيب لو العيان ده مثلا لقيته بقى ايه بوليوريك بقى بدا يجيب اكتر من 2 ملي لا ده قلل بنسبه 25% احنا جايدد بالعيان احنا مش بنعبي وخلاص احنا جايدد بالعيان تمام طيب العيان اللي عنده الهاي يورين اوت بوت بيفقد كتير لا انا برضه محتاج اعمل له ايه ريبليسمنت واشوف المشكله فين العيان ده ممكن يكون عنده سيربرال سولت لوزنج وبالتالي انا هديله فلويد ريتش في الصوديوم وفي نفس الوقت ممكن ادي ادويه تساعد الموضوع بتعمل كنترول زي بيساعد يدي الفلويد الكورتيزول او العيان اللي هو عنده مشكله مثلا دايابيتس انسيبيدس سواء بقى هو ايه سنترال او نيفروجينيك ولو سنترال ممكن ادي منرين اللي هو الايه اللي الانتيدايريتيك هرمون اديه سواء بيتاخد اورال او سابلينجوال وهكذا بحيث ان انا احاول احافظ على الإيه؟ على القصه دي ودي برده مش النهارده مش مش الحته بتاعتي اللي جاي بقى هو ده المهم أنا بتعامل مع الفلويد ليه؟ أنا بتعامل مع الفلويد بطريقة إن أنا إيه؟ أنا عندي رقم واحد أنا عملت ريسسيتيشن خلاص؟ أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل أورجن ريسك عايز أمنع الأورجن دامج خلاص؟ ده التارجت بتاعي ده في قد إيه؟ في المينتس الأولانيين اللي هي أول ساعة اللي هي الجولدن أور أنا بدي فلويد عشان أمنع الإيه؟ الأورجن دامج اسمها أورجن ريسك، خلاص؟ وفي نفس الوقت خلي بالك في النقطه دي لان انت ساعات في الحته دي ده الريسك بتاع انك تدي ايه؟ اوفر لو العيال مش محتاج لانك عمال تدي بولف بقى عبي له وادي له هات يا مس السرنجه وعمال تدي 10 سم و20 يلا كم سرنجه ادينا؟ خمسه 10 كذا خلي بالك الوقت ده وانت بتعمل ريسكيو خلي بالك انك تبدا تدي اديكوت برفيوجن مش اوفرلود طب خلاص انا لحقت الساعه الاولانيه دي او الدقائق الاولانيه طب بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اوبتمايزيشن خلاص اوبتمايزيشن لايه بالظبط عشان العيان ده احاول احافظ ان ما يحصلوش برضو ايه اورجان دامج وبالتالي المفروض ياخد الفلوز بتاعته تاخدها على حسب النيدز بتاعته وعلى حسب البالانس اللي هو عنده وعلى حسب القصه اللي هو عايزها ثم بعد كده ببدا اعمل استابيلايزيشن علشان ما يحصلوش بقى هو ايه لو افرض ان حصل له اورجان دامج ابدا اظبط الموضوع على قد ما اقدر واشوف بقى والله ايه هو محتاج ميه محتاج الكترولايتس محتاج ايه بالظبط الايفاكيويشن ابدا ازاي ابدا اشيل الاي في فلويدز دي خلاص اللي احنا اتكلمنا عليه احنا كلنا عندنا مشكلتنا فين مش في ان احنا نبدا الناس كلها بتبدا الاي في فلويدز بسهوله لكنها توقف هي دي المشكله طيب هعمل بقى فلويد ستيتس مونيتورنج بايه كل حاجه من دول تقريبا الرسمه دي هي نفس الروز بتاعتي الريسكيو والاوبتمايزيشن والاستابلايزيشن والايفاكويشن كل حاجه من دول الريسكيو دي بشوف المين ارتيريال بريشر في حاجه اسمها بلس بريشر فاريابيليتي في حاجه اسمها باسيف ليج ليج ريزنج تيست هنقول الكلام ده تفصيلا في اللي جاي ماشي بس افهموا بس الايه الفكره دي ان انا ايه هبدا اعمل القصه دي كلها خلاص الجدول ده برده موضح تقريبا يعني عشان برده مش هشرحه لكم كده كده الايه بوينت هيجي لكم ان شاء الله فالجدول ده موضح كل واحده بقى كل مرحله الريسستيشن الاوبتمايزيشن Stabilization, الايفاكويشن ايه اللي ممكن يحصل فيهم وازاي اعمل ايه هيمودايناميك مونيتورنج بتاعته انا جيت النهارده ده الجول بتاع المحاضره دي النهارده اللي فات كله انا سهل قوي انك تبقى عارفه وسهل قوي انك تقراه واكيد كلكم عارفين يمكن احسن مني كمان وممكن تكون المستشفى اللي انت فيها البوليسي بتاعتك مختلف عن اللي احنا ماشيين بيه او مختلف عن الطرح اللي احنا بنطرحه لكن اللي جاي ده هو ده المهم بقى. ازاي تعمل هيمودايناميك مونيتورنج؟ ازاي اعرف ان العيان ده محتاج فلويد والعيان ده لا كفايه كده ده العيان ده ايه قرب ده كده استكفى لا ده كده هيبقى اوفر لوديد. هي دي التريك لان زي ما اتفقنا الفلويد از ميديكيشن لو اتاخد وعدى الجرعه اللي المفروض يتاخد بيها بقى بويزن. خلاص طب هنعمل ايه هنشوف بقى الارتيري بلاد بريشر سنترال فينوس بريشر بالمونري ارتري كاثتر كاردييك اوت بوت نقدر نعرفها ازاي الترانس برمونري ثيرمو دايليوشن سنترال فينوس اوكسيجين ساتوريشن او الميكست فينوس اوكسيجين ساتوريشن لاكتيت ليفل الحاجات دي كلها خلاص واحده واحده بقى كده وخليك معايا انا دلوقتي خلاص اديت العيان بتاعي جالي العيان انا هعمل له ايه احنا الكلام ده محاضرات اللي فاتت الحاضر اللي فات هو سمع الكلام ده اكيد اه ما انا مغمض عيان جاي لي كريتيكال هعمل ايه برايمري اسسمنت اللي هو عباره عن اي بي سي دي اي اير واي بريثنج سيركيليشن ديسابيليتي اكسبوجر صح كده والاير واي ده هو جاي شوكت وايه وارست يبقى هعمل ايه هعمل الاير إيه؟ واي هحط تيوبه وهشتغل مفيش بالص هشتغل سي بي ار هو ما حدش هيدي اي في فلويدز بعين ما فيهوش هارت صح ما حدش هيدي اي في فلويدز لعيان ايه مش منتيننج الاير واي <applause> تمام وبالتالي الاي بي سي بتاعتنا تمام اللايف لودز جايه فين جايه في سي خلاص في الادلت هم حاطين سي اي بي ماشي بس على ان هم اسبابهم اكتر كارديا انا هيظل عندي في الاطفال الاي بي سي موجوده وهيظل المينتيننج الاير ده يحل تقريبا نص المشاكل في النيونيت بس يعني نيوبورن جست انك تعمل له بس اوبن الاير واي ممكن الدنيا تتحسن طب شويه لو اديته بوست بريشر فنتليشن لا خلاص انت ما انتش محتاج اي حاجه اصلا طب لما نكبر شويه لا ده انت بقى هتيبه الانتيوبيشن مع البوست بريشر فنتريشن اللي بيتاخد بالامبو باجنج um ممكن يحصل لك الدنيا طب في الاخر هو رجع الهارت الحمد لله هعمل ايه؟ جت مرحله مرحله الفلويدز طيب وانا بعمل البرايمري اسسمنت انا خدت الايه؟ الفيتال ساينس ده كل ده كلام قديم ما فيهوش فيه جديد ولما الدنيا استابلايزد شويه هعمل سكندري اسسمنت واخد هيستوري اللي هو السامبل هيستوري واعمل فيزيكال examination من هيت تو عشان اوصل للقصه دي والتيرشري اسسمنت ده عباره عن الانفستيجيشنز اللي ايه اللي هتتعمل سواء بقى لابوراتوري سواء راديوجراف سواء سواء, احنا هنعمل ايه تمام ده اللي احنا بنبني عليه ده الكومبتيتيف افكت اللي احنا اتكلمنا عليه خلاص طيب ايدنتيفيكيشن اوف شوك خلاص ما احنا عرفنا بقى كلينيكال وكل القصه دي وصلنا لشوك ودينا فلوس تمام هنعمل بقى ايه؟ هيمودايناميك مونيتورنج. طيب الهيمودايناميك مونيتورنج ده احنا اتفقنا وانا بتكلم عليه ان هو ثلاث حاجات، معلش هرجع لكم السلايد اللي فاتت دي عشان بس ايه؟ نوصل حاجات، اللي هو رقم واحد فيه الكلينيكال اسسمنت، ويظل الكلينيكال هو الكلينيكا الهو الاساس، والكلينيكال ده هيبقى معاك، ممكن انا اقول لك الحاجات اللي جايه ما تلاقيهاش عندك. خلاص؟ يعني الامكانيات بتاعتي مش موجوده عندي ان انا عندي انفيزيف مانوفرز عشان اعمل انفيزيف هيمودايناميك مونيتورنج، لكن هيظل الكلينيكال هو الاساس، هيظل انت شايف بعينك العيان ده لوكس ال ولا لوكس ويل اوعى تفكر ان في يوم من الايام هيقدر المشين يلغي الدكتور المشين بيساعد الدكتور لكن احنا المان باور بتاعنا ممكن يغطي اي ديفكت وعشان كده الناس لازم تبقى شاطره كلينيكال لازم الناس تبقى مركزه عينيها جود اوبزرفنج العيان شايف العيان ده انا مش مطلوب منك في الاول غير انك ايه لوكس ال لوكس ويل طب العيان ده وحش وحش فين ما انا لو خدت فايتلز وعملت اكزامينيشن عرفت الديفكت فين تمام وبالتالي طب بعد كده هبدا اعمل حاجه اسمها بيزك هيمودايناميك مونيتورنج ماشي اللي هو فيه عباره عن حاجات اسمها ستاتيك انديسز ثم الادفانسد هيمودايناميك مونيتورنج اللي هو شويه انفيزف بيتكلم على الدايناميك انديس خلاص هرجع بقى للايه للجزء ده طبعا السلايد دي قديمه اللي حضر معانا اللي فات عارف الميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن وعارف الكارديومتري احنا كده كده هنشرحهم بالتفصيل بس عشان تبقى فاهم إن احنا بنتكلم ايه عن ايه طيب مبدئيا كده اول حاجه خالص وابسط حاجه حضرتك عايز تعرف العيان ده اللي جاي لك شوك ده, ده ايه اللي ممكن يساعدك عشان ابقى عارف الهيمودايناميكس بتاعته اه اول حاجه الاي سي جي اي سي جي اي سي جي ايه يا عم ده انت بتقول لي شوك؟ اه ماشي ما هو الاي سي جي مش عشان هو نفسه لو انت العيان ده جاي لك وهو هايبر كاليمي خلاص هيبقى في اي سي جي تشينجز ممكن تكون مقصره طب لو العيان ده سبب الهايبر اللي عنده اريزميا الاي سي جي هيشخصها طب العيان ده في الكبار شويه اه مايكوايدال اسكيميا طب هو ممكن يحصل عندنا مايكوايدال اسكيميا في الاطفال اه حاجتين الكوازاكي ممكن يعمل مايكوايدال اسكيميا وفي حاجه اسمها الكابا اللي هو ابارنت او ابنورمال ليفت كرونري ارتري طالع من البلمونري ارتري يعني الكرونري شايل دم من البلمونري اللي هو دي اكسجينيتد راح يغذي بيه الايه العضله فيديك مانيفستيشن بالاسكيميا طب هو الكابا ده هيعمل لي ايه هيعمل لك المانيفستيشن بتاعت المايكوايدال اسكيميا اللي ليها باترن معين في الاي سي جي حضرتك تقدر تشوفه وده برضه مش موجود احنا بس بن ايه بنعدي عليها كده طيب الايكو والايكو ده مهم بقى دي حته مهمه جدا 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 الايكو ده بتاع الانتنسيفست مش الايكو بتاع الكارديولوجيست يعني ايه يعني حضرتك انا مش طالب من حضرتك ان انت وانت انتنسيفست انك تقدر تبص بالايكو وتقدر تشوف لي كل الفيوهات وتقدر تعرف الكونجنتال انوماليز والكومبلكس كونجنتال هارت لا احنا في الاي سي يو في عندنا جزء كده اسمه بوكس اللي هو بوينت اوف كير الترا ساوند من ضمنهم الايكو تمام فالايكو اي حد بيفكر انه يشتغل في اي سي يو لازم يبقى عنده المام بهذا الايه البوكس طيب المهم بقى ان انا اعمل ايه ان انا كانتنسيفست انا محتاج ايه من العيان ده محتاج ابص على ايه ابص ازاي اعرف الفيوهات الاساسيه عشان انا عايز اوصل لايه اول حاجه ببساطه خالص انت حطيت البروب بتاع الايكو ها القلب ده شغال ولا واقف سهله ايه لا مش محتاج علامه صح انا حطيت البروب هنا شغال كده بينبض ولا بتاع طب ما شغال الهارت شغال اهو مش بالسلس الكتريكال اكتيفيتي صح يعني لو العيان ده بلس الكتريكال اكتيفيتي ويشتغلوا سي بي ار اشتغل يا دكتور اشتغل ها سامع اه انا سامع تمام حضرتك جبت البروب بس كده بالراحه حطيته الهارت مش شغال اصلا ما, بي... ما بيعملش كده خلاص مش شغال يبقى اللي عندي ده اسمه بلس اكتيفيتي او وات ايفر هو حتى لو المونيتور قاري بس انا مش سامع حاجه خلاص مش شغال ساعتها بقى هتقدر انت انترفين وتعمل مش عارف ايه طب لا ده شوكابول ولا مش شوكابول طب هدي له كذا طب كونتينيو سي بي ار انت شايف القصه طيب نعلى شويه يبقى انا اول خطوه خالص شفت القلب ده بينبض ولا لا طيب لو القلب ده هو موجود وحواليه ايه ميه بتبان في السونار سودا بقى اسمه ايه في بريكارد الافيوجن طيب اعلى شويه ده لا ده انا اقدر اشوف بقى اشوف الفراكشن شورتنج والانجكشن فراكشن واعرف ابص على الاي في سي والكل إنكس اندكس دي جايه قدام شويه طب انا جامد اكتر اشوف لو في ماسيف بالمونري امبوليزم خلاص طيب الكلام ده يعمله الانتنسيفست اه والله وموجود في الجايد لاينز كده الانتنسيفست شغال بالاي بولينج يعني ايه يعني بصت عينك بس كده انت بتبص عشان تشوف بعينيك وتعمل حاجه اسمها راف استيمت يعني انا شايف ان في مشكله تعالى يا بتاع الكارديولوجي بقى ساعدني كمل لي شوف الايه الحاجات الايه الاندرلاين تمام طب لو انا بقى حريف قوي اعرف ايه اجيب بقى الحاجات اللي هتيجي قدام دي اعرف اجيبها بالايكو تمام ببساطه خالص انا مش هشرح لك كتير ده اسمه ايبك ال شامبر الهارت الاربع اوض الاتنين اللي تحت الاوضتين الصغيرين دول الفنترك الاتريوم والاوضتين الكبار شويه دول الفنتركلز واليمين الصوره دول الليفت سايد شمال الصوره ده الرايت سايد ماشي فلو بصيت هنا لو بصيت هتلاقي الرايت ventricle في الصوره الاولانيه اللي هي ايه اللي على الشمال هتلاقيه شوف عامل ازاي يعني لحد ما يكون لابست وشوف اللي في الصوره دي اللي جنبها لحد ما دايليت العيان مين فيهم اللي محتاج فلويدز مين اللي محتاج ياخد فلويدز اكتر اكيد ايه تمام الثاني ده مليان هو يا اما الهارت ده مليان فلويد انا مديله اوفرلود يا اما الهارت ده ككونتراكشن مش كويس كفايه ان هو ايه يطلع الفلويدز اللي عنده خلاص واحد بقى فيهم في السيستول وفي الدايستول يعني ايه سي بتاعته ده في السيستول دايستول وبي ودي سيستول دايستول برضه وبالتالي السيستول القلب انقبض لسه فيه فلويدز يبقى اذا ايه يا اما الانقباض ده مش كفايه يا اما الفلويد اوفر لودد وفي كل الاحوال هو اللي مش محتاج فلويد عشان نرجع لمحاضره النهارده تمام طيب اقدر بالايكو اعرف ان في بالمونري امبوليزم اه الفيو ده حاجه اسمها ايه شورت اكسس فيو في دايره في النص كده هتلاقوها في الاسود هو ده الاورطه والايه والبلمونري جاي جنبه عامل زي زي الثمانيه كده لو بصيت على الصوره اللي على اليمين خالص هتلاقي الثمانيه دي مش كامله في ناحيه فيها اوبستراكتد دي فيها بلمونري ارتري اوبستراكشن غالبا دي ثرومبس قافله البلمونري ارتري بالايكو ده اخره اللي يشوفه ما يقدرش يشوف الشاورز اللي جوه هو اخره يشوف يا يب... بلمونري كبير سد البلمونري شخصيا يا برانش من البرانشيه ده هو اخره اللي يقدر يشوفه بيه خلاص طيب انت عمال تقول لي الكلام ده ليه؟ اقول لك ان ده شغلتك كانتنسيفست انك تشوف والله العيان ده محتاج فلويد ولا لا لو, لو لقيت الهارت ده كبير قوي اللي انت بتعمله بالاكس راي تشوف الكاردياك شادو تلاقيه كبير طب ما خلاص انا مش هقدر ايه مش هقدر اديله فلويد العيان ده مليان طيب خلصنا الايه الاي سي جي والايكو طب في حاجه اسمها ايه هيس البلاد بريشر هو العيان اللي ضغطه عالي ده غالبا مش هيحتاج فلويد ماشي ده التفكير بتاعنا العادي الا لو هو بقى عنده رينال انسلت او كده طب يعني عنده ضغط واطي ممكن يكون محتاج فلويد طيب هو الموضوع سهل كده عالي وواطي بس لا مش عالي وواطي بس طيب أنا ليه اقيسه اصلا انفيزيف ارتيريال بريشر مونيتورنج لما انا ممكن اقيسه ما هو الكف اثر معايا في حاجه يعني انا ليه دلوقتي هجيب كف والفها على ايدي واقيس الضغط شفت الضغط اطمنت عليه طب ليه انا بقيسه انفيزيف لا اصل الانفيزيف ده الارتيريال بريشر مونيتورنج ده هيتبني عليه حاجات كتير ليه جاي قدام طب بيعملوا ايه بس عشان نشوف الانفيزيف وارجع للتعديل تاني اول حاجه انا محتاج ارتيريال لاين خلاص ارتيريال لاين ده عباره عن ايه عن كانولا انا هحطها فين كانولا مخصوصه كده بتبقى لحد ما يعني ايه طويله شويه ورفيعه بتحس حضرتك الريديال بلس وده الكومن اللي احنا بنحط فيه وبت ايه وبتدخل غالبا بتوع التخدير هم اشهر يعني اشهر واشطر ناس بيحطوه في العمليات الناس الانتنسيفست اللي هم شغالين في رعايات الى حد ما محتاجين الانفيزف مانوفرز دي بيبقى مهم انك تعرف تحط ارتيريال لاين بتخش بالديجري الاول 45 ثم بعد كده بتحولها شويه 30 لحد ما تتاكد انك دخلت وطبعا هو لما بي بتلقط انت في الارتري بيبقى فيه جاش كده بيبان لك جوه الارتري خالص بتتاكد ممكن تاخد اي بي جي او كده عشان تتاكد ان انت ايه جوه الارتري مشاكلها كتير وفيه وفي ناس كتير بتخاف منها وبتخاف ان دايما يحصل معاها سبازم في الارتري او يحصل ثرومبوز او كده يعني القصه دي لكن وفي بالذات في النيونيت وفي الانفنتس ما بيحبوش يستخدموها لكن احيانا قد تكون ضروره المهم يعني ده شكل الويف بتاعت اللي هيقراها لك المونيتور طبعا الارتيريال لاين ده بيتوصل بوصله صغيره ماشي الوصله دي بتوصل لحد الايه المونيتور عشان تقرا لك الايه القراءات الجميله اللي انت شايفها دي خلاص طب القراءات الجميله دي هتقيس لك ايه بقى ده شكل الكيرف المفروض ان هو بيطلع في الاول حاجه اسمها ايه سيستوليك ابو وبعد كده يبدا في حاجه اسمها بيك بريشر بعد كده حاجه اسمها سيستوليك ديكلاين بعد كده شرب حاجه اسمها انسيجورا اللي هي الخط الطويل ده وبعد كده ديكروتيك نوتش وبعد كده الدايستوليك ران اوف طب اهميه الكلام ده ايه اهميه الكلام ده انه هيقدر منه تحسب حاجه اسمها السيستوليك براد بريشر تحسب الدايستوليك براد بريشر تحسب البالس بريشر وتحسب بقى حاجه اسمها سيستوليك بلاد بريشر فاريابيليتي وفي حاجه اسمها المين بلاد بريشر فاريابيليتي ده جاي قدام والبالس بريشر فاريابيليتي ده جاي قدام برده هايه هتشوف خلاص بس الفكره انك انت شفت الايه الكيرف وتقدر من هنا تشوف مثلا ان هو قيس لك هو 103 على 42 يبقى ده سيستوليك وده والمين اللي هو الايه اللي 62 ولو ركزت هتلاقي في الشاشه الصغيره هتلاقي كاتب لك بي بي في بلس بريشر فاريبيلتي 3% ممكن نفهم قدام ده ايه ده ايه شويه خلاص بقى ده اسمه كده الانفيزيف ارتيريال بلاد بريشر مونيتور طيب السي في بي السي في بي الجزء المحبب للناس والناس كلها عايزه تعرف السي في بي وتعرف ازاي نقيس السي في بي و و و طيب السي في بي شوية كلام الأول عايز أقوله لك عشان برضو أنت مديله م... م... أهمية أكتر بكتير من اللي هو فيها لكن برضو اكوردنج لإمكانياتنا هو حاجة كويسة CVP is most often used دي ولا لا العين ده متعبي في fluid ولا لا خلي بالك خلي بالك ال changes في CVB in response to fluid have been used to predict the volume responsiveness يعني العين ده والله كان السي في بتاعه ثلاثة لما اديته شوية فلود وقست السي في تاني لقيته سبعة لقيته تسعة يقول لك لا والله ده السي في بتاعه بيتحسن خلي بالك there is increasing evidence that CVB doesn't correlate with the ventricular volume or the volume responsiveness يعني ايه انت بتدمرنا الثوابت بتاعتنا خلي بالك مش انا اللي بقول هما بيقولوا الكلام ده تمام طيب CVB monitoring provides important hemodynamic information in variety of disease status in the PICU طيب طيب انا هبقيسه غالبا اليوجوال سايت اوف مونيتورنج منين؟ عند الجنكشن ما بين الاس في سي وال والرايت اتريوم او اللي هو يعني ايه في لو انت بقى داخل جاجولار من هنا فغالبا ده الايه المكان اللي يفضل ان انا اقيس فيه بحط طبعا في عندي حاجه من الاثنين طبعا المفروض بيبقى لاين مريم محاليل وفي مسطره زي اللي انت شايفها الجميله دي انا بقيس كده بلدي المفروض ان المسطره دي بتتحط عند الاجزله كده عشان تبقى في زيرو ليفل بتاع الهارت خلاص وتبدا انت تنزل الفلويد ده فبينزل نفس نظريه الاواني المستطرقه كده ان الميه تنزل بحيث يتساوى عند تساوي الضغطين فيبقى الليفل اللي عند المسطره هو تقريبا نفس الليفل بتاع عند الرقم بتاع السي في بي هو رقم فاريبل في ناس بتقول ان النورمال من 3 ل 9 في ناس بتقول لا النورمال من ماينس 2 لبلس 2 من ماينس 2 لبلس 5 يعني هتلاقي الارقام فاريبل كتير على حسب ده نيونيت ولا قريب من العضله ولا ايه بالظبط ايا كان الارقام انا يهمني زي ما قلت مش القصه انا بعمل له ايه؟ بقيس سي في بي مونيتورنج فانا بشوف والله انا البيزل بتاعي كان كام وبيزيد ولا بيقل وهكذا بس خلي بالك ان انا ممكن يكون عندي مشاكل ان مثلا الكاستر دي ما تكونش بيتن تكون فيها سرومبس تكون اوكلودد خلاص وبالتالي لو الدنيا ما ظبطتش معايا يبقى انا كده مش هقدر ايه اعتمد على السي في بي ده. طيب في بقى ايه مرحله متقدمه شويه انا برضو ايه هي نفس الكلام ده بدل المسطره دي بيوصل بكابل كده يوصل على المونيتور فيقرا لي ويف الويف دي فيها شويه حاجات بوزيتيفز ويفز وشويه نيجاتيف ويفز ماشيه مع الاي سي جي الاي ويف دي ماشيه تقريبا مع البي ويف والسي دي ماشيه مع الار والفي دي ماشيه مثلا مع التي ويف بوزيتيف ماشي مع بوزيتيف والنيجاتيف ماشي مع النيجاتيف وكل واحده فيهم بقى بت ايه بترفلكت حاجه اثري الكونتراكشن ايز كونتراكشن مش هتفرق كتير قوي لكن المهم عندنا هو ايه انك تبقى فاهم ان السي في بي ده بيرفلكت الفلويد ستيتس لكن مش ريلايبل قوي مش بالاهميه الكبيره اللي الناس حطوها في دماغها يعني السي في بي ده كان كذا ولا كذا خلي بالك السي في بي هيتاثر بال لو العده فينتريتد يتاثر بالبيب يتاثر بالانتراثوراسيك بريجر ممكن زي ما قلت لك لكن خلي بالك في ناس برضه قالت لك لا لا ما بيفرقش قوي يعني في ناس بتخصم البيب وناس ما بتخصمش البيب يقول بيأثر وساعات يقول لك ما بيأثرش فانا عايز اقول لك ان ده اتس ماتر اوف كونتروفيرسي لكن هو مش باهميه الاهميه الكبيره اللي الناس حطاها فيها لكن عشان انا ما عنديش اللي جاي بعد كده فانا خلاص انا وقفت أنا ما انا هعمل ايه ما ضميش غير السي في قداميش غير ان انا احس البالس واشوف ده ويك بالس ولا لا وادي له فلويد واشوف مش عارف ايه انا جاي لك في الكلام تاني بعد كده طيب نخش الحته ادفانسد شويه بالمونري استريك آه, آه, ارتري تمام غالبا غالبا هي بما انها مور انفيزيف قوي استخدامها قل الفتره دي ما عادش الكلام يعني الناس بتستخدمها قوي زي زمان لكن بقى ليها انديكيشن قليله قوي العينين اللي هم البوست كاردك سيرجري اللي عندهم بالمونري او العين اللي عندهم رايت فيلير او العينين اللي هم ويننج من الكاردياك اوركي عندهم كاردياك بروبلم وبعمل لهم ويننج فمهم ان انا بدخل يعني انا بالمونري ارتري دي حاجه فيري انفيزف وغالبا مش بتاع الاي سي هو اللي هيعملها لوحده هيبقى هو موجود يبقى معاه حد انترفينشن كارديولوجي عشان يقدر يدخل بالاسطره دي ويدخل جوه البلمونري فهي الناس تبقى اكتر مش مع شغل الجنرال اي سي يو تبقى اكتر مع شغل الناس بتوع السي سي يو سي يو بس اهو تبقى انت فهمت وعدى عليك الايه القصة دي خلي بالك ان في بقى كل هي دي الاسطره شكلها الاسطره اللي هي الصفره دي ده البادي وفيها كذا حاجه بقى عشان اقدر اعمل منها كذا حاجه لكن خلي بالك اللي انا عايز اوصل لك منها بس في نقطتين ان فيها جزء اسمه ثيرمال آه ترانسديوسر ده بيقيس بي 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 آه تغيرات الحراره ده جاي قدام هنفهم ده بس لاهميته ده ايه وفي جزء ممكن تعمل انت منه انجكشن وجزء بريشرز وجزء لك بقى اللي هي البرمونري كابيلاري ويدج بريشر والحاجات دي عن طريق الأسترادي خلاص دي حتة شوية سوفيستيكيتد ف... ومش كتير بتتعمل بس الناس اللي شغالين في سي سي يو او اللي هم كده هيعلقوا القصة دي عندهم طيب نرجع بقى للميكسد فينس اوكسون ساتوريشن اتكلمنا عنه كتير قبل كده يعني إن ناخد نفسنا كده يبقى انا دلوقتي انا عايز اعمل هيمودايناميك مونيتورنج هيمودايناميك مونيتورنج اتكلمنا عن اي سي جي اتكلمنا عن ايكو اتكلمنا على الانفيزف ارتيريال بلاد بريشر واتكلمنا على السي في بي ودخلنا كده حته بس كده ايه عشان تبقى عارف بس ان ساعات نعمل بالمونري ارتكسترايزيشن وايه وخرجنا منها تاني طيب ايه قلنا بقى موضوع الميكس فينس اوكسيد ساتوريشن اللي انا كل مره بتقوله لنا ده ببساطه خالص انا عندي جزء ارتيريال سيركوليشن وجزء فينس سيركوليشن الجزء الارتيريال سيركوليشن ده طالع الدم خارج من البلمونري فينز رايح للليفت اتريوم ومنه للليفت فينتريكل للاورطه الدم ده 100% أكسجين صح كده راح بالارتيريا سيركيليشن راح على التيشوز التيشوز دي بدا يحصل فيها اوكسجين كونسامشن واكستراكشن بنسبه 25% فال100% دي خرج منها 25% للتيشوز رجع على الفينوس سيركيليشن فالفينوس سيركيليشن دي بدا يسحب منها ايه 100 ناقص 25 بقت 75 بدا يجي لها ايه ميكسنج مع الفينز اللي جايه من الناحيه الثانيه مع الفينز بتاعه الكورونرس فبدا جوه شويه وانت في البلماري يقل شويه يبقى 60 ل 70% تمام؟ طيب الميكس فينس اكسيد اوكسيد ساتوريشن بقى بتقيس منين؟ المفروض الايدل ان انا اقيسه من عند البيز بتاعت البلمونري تمام؟ عن طريق البلمونري كاستر اللي احنا اديناها فاتت دي طب يا عم انت ما انا ما عنديش الكلام ده البلمونري كاستر ايه اللي انا هدخلها؟ خلاص؟ قال لك والله لا, لا لا احنا خلاص احنا 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 اسفين احنا عارفين غلطنا احنا مش هنقيس الميكس فيناس اوكسيد احنا هنقيس السنترال فينس اكسيد ساتوريشن اللي هو نهون اللي هو داخل الهارت خلاص طب ده فرقه ايه؟ يعني عند الجنكشن ما بين اللي هي الاكس اللي هنا دي ما بين السوبيرو فاكيفا او الانفيرو مع الرايت اتريم فرقهم ايه؟ فرقهم الكورنري سيركوليشن بس وأنا لك مش هتفرق كتير معايا قوي والمهم ان انا عايز اشوف الرقم اللي هو الايه؟ ال 75% ده تمام وبالتالي يعني الخلاصه ايه؟ انا حاطط حضرت حضرتك سنترال لاين هنا السنترال لاين ده موجود عند الجنكشن ما بين الاس في سي والرايت اتريم هاخد منه اي بي جي سهله إيه وبص على الساتوريشن اللي موجود في الاي بي جي ده اسمه ايه؟ سنترال فينس اوكسجين ساتوريشن ومجازا بنقول عليه الميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن خلاص انا متوقع ان الرقم بتاعي المفروض لو نورمال يبقى 75 طيب لو هو الرقم ده قل عن كده يبقى عندي لو اوكسجين ديليفري تو ذا عن طريق بقى ان العيان ده لو, لو له انا حاطه مفنتله مثلا انا مديله اوكسجين قليل ماشي ساتوريشن بتاعه قليل او الهيموجلوبين بتاعه قليل او عنده لو كارديك اوت او انكريز اوكسجين كونسامشن زي الفيفر والشيفرنج طيب لو لقيت العيان ده في هاي ميكس فينس اوكسو ساتوريشن يبقى العيان ده عنده ايه يا اما اديكوت او او هاي اوكسجين ديليفري حضرتك حاطط دلوقتي عيان على 100% لا حضرتك ينزل شويه طيب الهيموجلوبين بتاعه عالي شويه او هاي بوت. او الناحيه الثانيه عنده واخد اناسيزيا وهايبوثيرميا فالاوكسجين كونسامشن بتاعه قليل طيب مهمته عندي ايه انا عايز الرقم ايه السلايد التاريخيه بتاعتنا يعني ارجع لك اياها تاني اهو عشان بس ايه تبقى انت فاهم انا عايز الرقم ده اللي هو ايه او السيستميك سنترال فينس اوكسجين ساتوريشن بقى 70% لو احنا اقل من 70% معناه ان احنا في شوك لو احنا اكتر من 80% معناه ان احنا عندنا الى حد ما كومة او ديكريز الميتابوليك ايه فخلي بالك من الرقم ده وده هي حي... انديكيشن لتشو برفيوجن او هايبو برفيوجن لو انت حضرتك عايز تدي فلويدز ممكن في الوقت ده انك تدي, ايه؟ تدي فلويدز طيب السيروم لاكتيت احنا بي... بيتقاس بقى طيب بيتقاس سيروم او بيتقاس بجهاز صغير زي جهاز السكر كده عشان ده برده عبارة عن بريدكتور للتشو هايبو برفيوجن وبالتالي النورمال بتاعي ان انا الاقيه على تقريبا 2 مللي مول لو لقيت الليفل بتاعه اكتر من 4 مللي مول انا كده في لكتك اسيدوزز which means ان انا عندي شويه هايبر فيوجن او هاي الاكسجين ديليفري قليل وبالتالي انا عندي اسباب ثانيه ممكن ادور عليها سواء السبسز او الشوك سيست كل انواعها او عندي يكون عنده كاردياك اريست او ليفر ديزيز او سيجرز او ازمه وبالتالي الجزء بتاع لو انا لقيت لكتيت عالي معناه ان البرفيوجن بتاعي مش احسن حاجه فساعتها ممكن تكون الفلويد هي الحل طيب كل ده برضه احتمالات ما ممكن تكون هي الحل وممكن لا طب ما هو لو كاردياك اريست اللاكتيت مش هيفرق قوي أيوه. هنا بدا يدخل لا انا محتاج اشوف بقى فعلا الايه الفوليومتريك ميجرمنت يعني ايه والله انا لا سيبك من الكلام اللي انت عملته تقوله لي ده انا عايز اعرف فعلا القلب ده هو فاضي ولا مليان محتاج دم ولا مش محتاج دم أنا لك والله خلاص انا هيجي الفوليوم فبنقيس حاجه اسمها الرايت فنتريكولار اندستوليك فوليوم وده ممكن يتقاس بالايكو بس مش هيبقى اكيوريت قوي اكثر الاريا بتتقاس بال2 دي ولو انا عندي حاجه اسمها 3 دي أه بقدر اخد نقط ويقدر يقيس لي هو الفوليوم تمام وفي حاجه اسمها كونتينوس جلوبال اندستوريك فوليوم ده برضو ممكن يقيسه لي الايكو لكن هم هنا بيقيسوهم بقى ايه بيقيسوهم بطريقه انفيزيف شويه عن طريق برضو البلمونري ارتري كاستر وعن طريق ارتيريال كاستر داخله من الفيمورال ويبداوا يشوفوا ايه ما بين الاثنين يشوف الداخل الارتيريال سايد والناحيه الثانيه الفينا سايد عن طريق السنترال لاين وبيقيسوهم ميجرمنت عن طريق حاجه اسمها ثيرمو دايليوشن ثيرمو دايليوشن عباره عن ايه هي نفس الاسطره اللي داخله دي داخله واصله لحد البلمونري و安全. وانا عمال اعمل ايه بقول له ايه بدي الاول كولد سلاين فالكولد سلاين ده السنسور اللي موجود تحت ده يحسه فلما يحسه يشوف الكميه اللي عنده قد ايه وقدر يأثر قد ايه فيقدر يحسب لك الايه الرايت فنتريكولار انداستوليك فوليوم طيب لو انا لقيت الرايت فنتريكولار انداستوليك فوليوم ده قليل خلاص معناه العين ده محتاج فلوت سواء انت استو انفيزف كده او اسهولك الراجل بتاع الايكو مشكورا يبقى العين ده محتاج فلوت تمام طيب بلدي خالص احنا كنا بنعمل ايه زمان يقول لك اعمل له اكس راي شوف الكاردياك شادو لقيته كبير ها يبقى كده ايه مش محتاج فلوت ما هو كبير اهو اه. ما هو كبير ده معناه ايه يا اما هو مليان فلود فمش محتاج يا اما هو الكونتركتيلي بتاعته ضعيفه فلو اديته فلود هتبقى برده ايه صعب عليه الناس بتتكلم بقى عن المقاس بتاع رايت أنت اندستريك فوليوم اقل من 90 يبقى العيان عنده محتاج فوليوم اكسباندر او هيبقى فوليوم ريسبوندر لو هو اكتر من 140 مللي بالمتر سكوير ده يبقى فوليوم نون ريسبوندر تمام هي بس دي الفكره البلدي وهتقيسه ازاي بقى انت بقى والايه وامكانيات المكان اللي عندك طيب طب نعلى شويه هو انت في اكتر من اه يا عم في اكتر من في حاجه اسمها دايناميك ابروتش ماشي الدايناميك ابروش ده بيقيس حاجه اسمها ادفانسد هيمودايناميك مونيتورنج للبريلود طب هنعمل ايه برضو هي الاسطره الشقيه اللي معانا دي من اول الحته الغميقه دي طيب تقول لنا بقى والله ايه ده في حته ثيرموستر كونكتور في ديستر بورت وبتاع طب هتقيس لنا ايه برضو هقول لك بقى الحاجات دي الى حد ما احدث شويه في حاجات فيها افيلابل وسهله نقدر نعملها في كل رعاياتنا في حاجات فيها الى حد ما صعبه شويه الحتت اللي احنا قلناها بقى اللي معتمد على الارتيريال لاين اللي احنا قلناها في الاول اللي هي الايه البلس بريشر فاريابيليتي حاجه اسمها سيستوليك بريشر فاريشن والستروك فوليوم فاريشن وفي حاجه اسمها نون الحاجات البارامترز دي معتمده على الستروك فوليوم اللي تحتيها مش معتمده قوي على الستروك فوليوم زي البليسيزموجراف الاند اكسبيراتوري اوكلوجن بريشر والاي في سي دايمتر ميجرمنت وفي حاجه سهله خالص بقى اسمها ايه باسيف ليج ريزنج تيست يعني ايه انا هبدا لكم بس ليج ريزنج تيست عشان خاطر انا حسيت ان ايه انا ثقلت عليكم شويه والدنيا كانت رخمه الباسف ليج ريزنج تيست عباره عن ايه انا والله العيان جالي والله انت هتاخد فلوس تتحسن ولا مش هتتحسن فمش عارفين قال طب احنا نعمل ايه قال لك احنا ننيمه على السرير زي ما هو كده نقعده 45 درجه بحيث رجليه مع جسمه تبقى عامله 135 درجه وبعد كده هنقوم عاملين ايه هنقوم عندنا بقى السرير اللي هو ايه الحلو اللي بقى, بقى. يقوم السرير قالب كده فيبقى الزاويه بتاعت رجليه مع السرير او مع يعني المستوى الهوريزونتال 45 طب ده بيعمل ايه يعني في الاخر قالك والله ان ده تقريبا في الادلت بينقل له حوالي 300 مللي من الفينوس بلاد بينزلهم يروحوا ناحيه الرايت هارت وكان انا اديته ايه فلويد بولس طيب لما حضرتك بقى عملت كده وديته فلويد بولس دي في خلال دقيقه او دقيقتين المفروض ان انت تشوف بعد كده الايه الستروك فوليوم تقيسها سواء بقى قيستها برده ايه انفيزيف او نون انفيزيف هنجي لك شويه نقولها لك بس ايه كده يعني طب يعني ما قيسش الضغط لا ما قيس ضغط ايه اصل طب الهارت ريت اقل طب مش عارف ايه والله بقى دي حاجات علامات لكن الايدل بتاع التست ده انك تقيس الايه الاستروك فوليوم وبالتالي حضرتك انا اقدر اعمل ده داع... اه نقدر نعمله عندنا ما عندناش السنين اللي بيقلب بس ما شاء الله ربنا كان عندنا تمريض وعندنا دا... امتياز وعندنا دكاتره نواب وعندنا دكاتره كبار وكل حاجه والعيل بتاعنا عيل صغير يعني بايدك كده هتقوم شايل رجليه وتظبط كده 45 وتصبر دقيقه دقيقتين ماشي ولو انت عندك كارديومتري يقيس لك هو الاستروك فوليوم فاريبيليتي او لو انا ما عنديش كارديومتري هقدر انا بالبلدي كده اشوف الهارت ريت شويه اللي حسيت ان العين ده كبرفيوجن بقى احسن شويه لا ده شكله كده ريسبوند طب هسيبه 10 دقائق لا هو دقيقه دقيقتين ما فيش وقت احنا بنتكلم ان ال 10 دقائق دول تكون اديت فيهم بولس خلاص يبقى ايه دقيقه دقيقتين متوقع ان في خلال تقريبا وذين 1 تو 2 مينتس ان 300 مللي او ناس بلاد يروحوا على الرايت سايد فده اسمه الباسيف ليج ريزنج تيست موجود نقدر كلنا نعمله ونقدر كلنا نعمله اهو انا مش بجيب لك حاجات من الفضاء حاجات كلها معموله وسهله خالص وممكن انت ايه شكل ايه القصه دي طيب هجي أه لك برضه الحته دي سهله شويه البلسيزموجراف البلسيزموجراف ده عباره عن ايه؟ البلسوجزيمتر العادي بتاعنا يا جماعه ما فيش ما, اخترعناش يعني ما بدناش حاجه جديده تمام اغمى عليه رفع له رجليه ما هو بالظبط كده ما هو الناس بتفكر نفس الايه التفكير بتاعنا ده طيب البلس اللي العادي بتاعنا ده خالص ماشي انا حط العين على البلس اوكزيمتر البلس المفروض بيقرا ويف خلاص هو عباره عن ايه عن انفرا ريد بتبص كده تشوف الاوكسجينيتد مدي اوكسجينيتد ومش عارف ايه مش قصتنا دلوقتي المهم يعني الستاندرد بروب ده هيقيس لنا حاجه اسمها ايه فنتليشن انديوسد بلسيزموجراف فاريشن يعني ايه شكل الويفه دي وهو العين على الفنتليتور بتتحسن ولا ما بتتحسنش هو ده النورمال الاخضر اللي, اللي فوق ده طب هي ويك ممكن تبقى ويك شويه طيب لو هو العين في فازو كونستريكشن هتبقى شكلها كده يعني ضاعت الايه السنه دي بتاعتها طب لو العيان ده فيه مش عارف ايه هيبقى شكلها مختلف شكلها بيزار كده خلاص هو بيقول ان ده فيري جود ونان انفيزيف تكنيك تو ديترماين الفلويد ريسبونسفنس يعني ايه يعني حضرتك انت دلوقتي لقيت البالس ويف كده بتقرا خايب كده ويك كده قمت اديته بولس فلويد وشفت لقيت البلس ظبط كده وبدا يحلو طب ما خلاص يبقى احنا كده ايه الدنيا معانا طب ده انديكيتور سهل سهل نقدر نعمله اه نقدر نعمله تمام طيب نيجي بقى للحاجات الايه الصعبه شويه ماشي احنا قلنا بقى ايه البلس بريشر فاريشن احنا اتفقنا ان احنا عباره عن ايه حطينا الانفيزيف ارتيريال لاين خلاص تمام الانفزيف ارتيريال لاين ده بيقدر يقيس لل الايه بريشر ويقيس لي المين بريشر ويقيس لي حاجه اسمها البالس بريشر تمام وبالتالي البالس بريشر ده هو الفرق ما بين السيستول والدايستول هو نفسه بيتغير بيتغير ديورنج الايه الميكانيكال بريس ديورنج سنجل ميكانيكال بريس يبقى انا هقيس التغيير اللي بيحصل ما بين الايه في البالس بريجر ديورنج سنجل ميكانيكال بريس يبقى اكيد العد على فنتريتور طيب هيقيس لك بقى البالس بريشر الماكسيمم ناقص المينيمم على الماكسيمم زائد المينيمم على 2 في 100 يطلع لك نقص. حلو الرقم ده لو اكتر من 13% انديكيت ان العيان ده ايه بريلود نسي يعني اديله فلويد تمام تمام حاجه انفيزف صحيح بس هو الارتريال لو انا عندي الارتريال انا عندي المونيتور يقراه خلاص الدنيا ايه سهله هتقدر انت تحسبها والجهاز نفسه ممكن يديك الرقم على طول من غير المعادله دي زي ما وريتك في الصوره اللي قبل كده كان قاري 3% فمعناه ان ايه لا ده مش هيحتاج فوليوم ولا حاجه خلاص تمام طيب يبقى دي تقريبا نفس الرسمه كده وعشان تبقى اتفاق بس في شويه احتياطات بقى اللي عنده يكون ساينس ريزم واللي يكون يكون بارالايزد وسيديتد ما احنا اتفقنا بقى ما هو فنتليتد بارالايزد وسيديتد واللي عندي ما يكونش بياخد طاقه الفوليوم اكتر من 8 مللي بر جي علشان الحاجات دي هتاثر على النتيجه. طيب في زيه حاجه اسمها ايه السوليك بريشر فاريابيلتي نفس الفكره وهم قالوا ان هو مش اكيوريت uh, آه زي البلس بريشر فاريبل عشان كده انا ما قلتهولكش يبقى انا لو هعمل هقرا البلس بريشر فاريبل عشان هو مور اكيوريت ومور ريلايبل واقدر اعتمد عليه وخاصه لو العيان بتاعي ده انا اديته فلويد او العيان ده على سي ار ار تي ولقيت ان البلس بريشر فاريبل بتاعته ده قليله لا يا عم اسحب اسحب خد من عليه يبقى اعمل له شويه ايه الترا فلتريشن وخدنا عليه طيب امال ايه بقى الاستروك فوليوم فاريشن ده والله الاستروك فوليوم از ميجرد عن طريق الارتريال ويف خلاص بس مش من الريديال بقى هتبقى غالبا متاخده من أرتي كبير من الفيمورال ولا حاجه واتفقنا ان الستروك فوليوم فاريبيلتي لو اكتر من 10% هاز بين شون تو بي سبيسيفيك اند سنسيتيف بريدكتور اوف فلويد ريسبونسفنس اللي بيسال على البي بي في مش البوست بريشر فنتيليشن هو البالس بريشر فاريبيلتي احنا كنا لسه بنشرحها دلوقتي السيستوليك او الستروك فوليوم فاريشن اتفقنا لو هو اكتر من 10% has been shown to be specific and sensitive predictor of fluid responsiveness خلي بالك من القصه دي طيب بيتقاس بايه بطريقتين بقى مختلفتين عن طريق سنسور مختلفتين يبقى انت لو عملت الجزء الانفيزيف ده هتوصل للطريق تخش بأرتيريال لاين وتخش بالبلمونري من فوق وهو يقيس لك ويطلع لك الايه الرقم طيب انا في طريقه اقدر اوصل بيها للكلام ده نون انفيزيفلي اه تمام يبقى احنا خلصنا الحته دي وهرجع للاي في سي بس انا عايز اخلص الحته دي الجهاز ده اهو الجهاز ده جميل جدا اسمه ايكون اللي هو بنوع عليه وهو عباره عن الكتريكال كارديومتري يعني هو بيتحط زي الاي سي جي كده بيتحط وصله على الراس، وصله على الرقبه، وصله عند الهارت، ووصله تحت عند الفيبر وعن طريق الالكتريكال اكتيفيتي دي بتبقى ترانسميتد بيقدر هو ياخد مقاسات، بتدخله انت داتا بقى، بتدخله له انت والله طول العيان ووزنه وبتدخل له البلاد بريجر بتاعه، ولو في سي في بي بتدخله له، ولو في اي ازمه بتديه له بتاخد ارقام. وهو بعد كده بيبدا هو يشتغل في سنتين ثلاثه يبدا يحسب لك، يحسب لك ايه؟ يحسب لك الحاجات اللي على الشمال دي يحسب لك الحاجات اللي هي بتقول لك والله انا هاجي على الجزء بس بتاع الفلويد ستيتس لان هو ده موضوعنا النهارده في ثلاثه بارامترز الستروك فوليوم فاريشن اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي دي هو بيطلعها لك بيطلع لك نون انفيزيبل خلاص وبالتالي لو لقيت انت عندك ستروك فوليوم فاريشن احنا اتفقنا بقى الرقم هناك لو ايه 10% ده انديكيتور انه هيحسن لو اتاخد فلويد لو انت هنا لو لقيته برضه هنا يبقى ياخد فلويد لو نفس القصه لو لقيت بيقيس لك حاجه اسمها ثروسك فلويد كونتنت لو طلعت قليله العيان ده هياخد فلويد يبقى فلويد ريسبونسيف وزيها حاجه اسمها كوريكت فلو تايب دول الثلاثه باراميترز اللي يقول لك العيان ده لو خد فلويد هيتحسن ولا لا تمام طيب في حاجات بقى بتقيس الكونتراكتيليتي وفي حاجات بتقيس الباسكولا ريزيستنس هتيجي في وقتها واحنا بنتكلم عن الايموتروبس هيبقى الايه هنتكلم عنها اكتر انا مش عايز بس اغرقك في تفاصيل ثانيه طيب هيجيلك بقى الحته المحببه الى قلوب الناس برضو ماشي جهاز السونار البوكس اللي احنا لسه قايلين عليه خلاص حضرتك قلت لي انا حطيت البروب فوق وشفت الهارد طب لا معلش انا هحطه تحت شويه في الميد لاين عشان اشوف الاي في سي دايامتر طب الاي في سي دايامتر دي يعني ايه؟ ما هو حضرتك دلوقتي مش عمال تدي فلويد الفلويد دي بتروح فين؟ بتروح في الاس في سي من فوق يا في الاي في سي من تحت سواء انت اديت هنا سواء اديت هنا هو كده او كده ايه؟ الدم بيروح كله لان الدم هيلف في السيركوليشن وهيروح كله طب لو حضرتك مدي فلويد كتير هيبقى الاي في سي بتاعتك ده congested تمام طب لو حضرتك مدي فلود او اللي ده فاضي او فلود قليل هيبقى الاي في سي بتاعته لس congested او ممكن يبقى كولابست قافل على بعضه خالص طب هقيسه ازاي البروب سواء بروب الايكو بروب الالترا ساوند العادي بيتحط في الميد لاين والنوب اللي هي الحته العلامه اللي بتاعه الجهاز دي تبقى ناحيه فوق خلاص وبحطه في الميد لاين لو انا عندي كده لو الصوره واضحه لكم بحطه هو نفس الكلام كده وبميل شويه ناحيه اليمين على اساس ان الفين او ان الاي في سي بيبقى شويه ناحيه اليمين تمام بشوف المنظر ده اللي هو ايه اللي هو الاي في سي جميل كده داخل جوه الرايت اتريوم والحته دي ده اللي هو الايه الستيك انفولف اللي هو فاصل ما بين الاثنين طب حلو بقيس ايه بقى بقيس الاي في سي دايمتر ده هو عند الـ العلامه الحته المدوره الثانيه دي عند الهيباتيك فين الاوريجن بتاع الهيباتيك فين ده المقاس اللي بيفضل متقاس فيه خلاص وبشوف الفاريشن بتاعه مع الريسبيريشن بشوف المقاس بتاعه كبير وصغير باخد ايه كذا مقاس طب بقيسه هو دايركت كده ولا ساعات يقول لك خد حاجه اسمها ام مود اللي هو ده تمام موشن مود يقوم قطره لك كده وتقيس العلامتين المسافتين دول اللي هو وايدست دايمتر والدايمتر البلدي كده الحته الواسعه والحته الضيقه خلاص طيب قست الاثنين في معادله عشان اقسمهم على بعض خلاص اللي بقيس بيه حاجه اسمها كولابسبيلتي اندكس او الايه الديستنسابيلتي اندكس على حسب العيان ده لو هو سبونتينس بريثنج يبقى اسمها كولابسبيلتي اندكس لو العيان ده على ميكانيكال فنتريشن في بوست بريشر اسمه ديستنسابيلتي اندكس هو نفس المقاس الكبير ناقص الصغير على الصغير تقريبا وساعات الصغير ناقص الايه يعني او الكبير ناقص الصغير على الكبير هو تقريبا نفس الرقم وبيقيس يبقى انا عندي في الاول يا اما هيقيس بس مقاس عادي خالص الاي في سي سايز واقول لك والله ده سنتي ونص لو اقل من سنتي ونص وجيت دوست عليه كده بالبروب لقيته قفل بقى اسمه توتال كولابسد يبقى ده غالبا السي في بي بتاع العيان ده غالبا من 0 ل 5 لو ال 1.5 ل 2.5 يعني 50% كولابس لو ضغطت يقفل تقريبا نصه من 6 ل 10 لو اقل 50% كولابس يبقى تقريبا ايه 11 ل 25 ده كده بالايه بالبص طيب انا لا انا هاخد مقاسات الراجل راجل دقيق وهعمل بقى كولابسبيتي اندكس يوم الكولابسبيتي اندكس ده يقيس الايه الدايمتر زي ما قلنا الوايدست ناقص الايه؟ النروس دايمتر على الوايدست دايمتر فيقول لك والله هو بقى كلها قد ايه؟ فكلها ده لو اتفقنا لو هو اكتر من 50% او اكتر من او يساوي 50% احنا كده في الامان، لو اقل من 50% معناه ان الايه؟ ان العيان ده ديستندد الاي في سي بتاعه ديستندد مش بيكولابس مع البريشر مع ان هو لودد. طيب لو انا لقيته اكتر من 50% انا عندي فرصه ان انا ادي فلويد كويس. طب لو لقيته بقى لا قليل خالص لا يبقى انا ما عنديش فرصه ان انا ادي ايه؟ فلويد كويس. دي الحاجات اللي انا هعمل بيها هيمودايناميك مونيتورنج هرجع لك تاني عشان برضو انا حاسس ان الحته دي الناس تاهت فيها يعني القصه كلها ان انا لما هدي فلويد همونيتور الفلويد محتاج خالص ببساطه خالص هشوف بالايكو العيان ده الهارت ده شكله فاضي ولا مليان الاكس راي الاولانيه خالص هتقول لك والله ده في كارديوميجا اللي احنا كنا بنعملها بلدي كده عندنا او لقيت الدنيا لحد ما مش مش ماشي نفس الكلام وفي نفس الوقت بدات ادخل على الانفيزف ارتيريال بلاد بريشر مونيتورنج وهيطلع منه حاجه اسمها البلس بريشر فاريابيلتي دي مهمه جدا ودخلت على الجزء بتاع السي في بي سواء بقى هقيسه كده مانوال او هقيسه بالمونيتور او بالالترا ساوند اقدر اشوف الاي في سي كولابسبيلتي والحاجات بقى شويه سوفيستيكيتد طبعا الميكسد فينس اوكسيشن دي اساسيه وسهله جدا بتتعمل لاي عياد مركب سنترال لاين والجزء بتاع السيروم لاكتيت طبعا ده سهل ومتعمل عندنا الباسف ريزنج تيست ده ممكن يتعمل بسهوله الحته بس اللي فيها شويه صعوبه هي اللي محتاجات الحاجات الانفيزف سواء بقى هحط البلس بريشر فاريبيليتي انا محتاج ارتيريال لاين او محتاج ان انا ايه ادخل مور انفيزف بقى بالبلمونري كاستر لكن اقدر برضو اوصل للحاجات دي عن طريق البلاسيزموجراف اللي هو البالس اوكزيمتر هستخدمه معايا او عن طريق ان انا اقدر بالكارديومتري اللي هو ده نون انفيزيفلي يحسب لي شويه الحاجات بتاعت الفلويد ستيتس اللي هي الثراسك فلويد كونتنت والستروك فوليوم فاريبيلتي والكوريكتد فلو تايم. انا اسف ان انا طولت عليكم آه انا تقريبا كده سامرايزد كل اللي كان في دماغي ان انا اقوله آه ممكن سامرايز تاني ببساطه انا هدي فلويد الانديكيشن فلويد لو انا هقول ريسسيتيشن او مينتنانس او ريبليسمنت ريسسيتيشن انا عندي كلمتين حاجه اسمها بالانسد سوليوشن ونورمال سلاين ويتش اوف ويتش بيحاولوا يقنعونا ان البالانس سوليوشن دي احسن لكن النورمال سلاين هو المور ايكونوميك وهو المور افيلابل فما عنديش مشكله ان انا هستخدم النورمال سلاين البالانس سوليوشن ده زي رينجر لاكتيت او البلازما لايت لو انا يعني في مكان ريتش هم هيبقوا سويرر لو العيان ده عنده سيفير اسيدوزس او انا قلقان على الكيدني فانكشن فيفضلوا هم يبقوا سويرر على السلاين مشيت بعد كده شويه رحت ناحيه المينترانس اف لوت سيروبي واتكلمنا على الدوز بتاعتها 4 2 1 بير اور 4 مللي لاول 10 كيلو 2 مللي لتاني 10 كيلو 1 مللي لثالث 10 كيلو وما بعد ذلك واتكلمنا على ان هو دي 5 هاف نورمال سلاين وعرفنا الكونتنت بتاعت الحاجات كلها مع بعضها واتكلمنا على الفلويد وان ازاي انا بدور على الريسستيشن الاوبتمايزيشن ستابلايزيشن اند اخر حاجه خالص ان انا ابدا اعمل دي اسكاليشن او ان انا يعني اوقف الاي فلويدز وازاي امونيتور كل مرحله من دول وجينا بعد كده على الجزء بتاع الهيمودايناميك مونيتورنج واتكلمنا على الحاجات السهله خالص من اول الكلينيكال ثم الحاجات النون invasive مرورا بالحاجات الماتش مور invasive لو حضراتكم عندكم اي اسئله او استفسارات طبعا انا تحت امركم واتمنى ان شاء الله المحاضره تكون مفيده وتكونوا استفدتوا منها يعني. البلس بريشر فاريشن بيطلعه هو نفس الارتيريال لاين خلاص والمونيتور لو توصل الارتيريال لاين ده توصل بالمونيتور المفروض المونيتور بيقرا في مونيتورز بتقرا تمام وفي طبعا لو انا بقى داخل بحاجات انفيزيف ففي مونيتورز معينه حاجه اسمها بي اي سي سي او ده هتلاقوه برده موجود هتلاقوه بيطلعوا يعني تمام ده آه القصه دي الباسف ليج ريزنج تيست لو ما عنديش ارتيريال لاين اقيس ايه عشان اعرف هو فلويد ريسبونسيف ولا لا احنا قلنا الباسف ليج ريزنج تيست لو عندك كارديومتري هيقول لك الستروك فوليوم فاريابيلتي ولو طلعت زي ما اتفقنا بقى اكتر من 10% يبقى ده ريسبونسيف لو ما عنديش الكلام ده هشوف الهارت ريت هشوف العيان ده كبرفيوجن بقى هتشوفي البلص بتاعك اخباره ايه انت حاسه البلص احسن ولا لا العيان ده يعني بيديك علامات ان الشوك شويه ريفرس خلاص هي هتبقى حاجه مش كونكلوسيف قوي لان هي هتبقى بالنظر ففقدت الجزء ان انا ايه ان انا هستخدم تول تمام بس الليج ريزنج تيست لو لقيت انت هتلاقي الهارت ريت على العين قل شويه وهتلاقي البالس بتاعه الفوليوم بتاعه عالي شويه فدول الحاجات اللي تقدر تحكم بيها لان غالبا الباد بريشر مش هيتاثر قوي ده هيبقى فيري ليت متاثر تمام المينتنس اي بحط عيان الرينر والكارديك على 50 والشيست على 60 بحط عيان الرينر والكارديك على 60% تقريبا وعيان الشيست شوية بيبقى أعلى شوية سبعين في المائة أو في لو سمحت محاضرة للانتروبس ربنا ييسر إن شاء الله. معلش حته البيرن نوع الاي في فلودز نوع الاي في فلودز ريسستيشن هو ريسستيشن المينتننس او الفلو بتاع البيرن بقى ال 4% ده يبقى زيه نفس تركيبه المينتننس بالظبط اللي هو دي 5 هاف نورمال سلاين ولو انت عندك هايبوناتريميا او كده ممكن تدي نورمال سلاين لكن هو الغالب يبقى دي 5 هاف نورمال سلاين وطبعا بتحط بوتاسيوم على حسب نسبه البوتاسيوم اللي موجوده وعلى حسب اللورن اوت بوت وهكذا. اف بيشنت از كارديك ذا مينتننس 50% تقريبا 50 60% من رقم مش تفرق تمام تسجيل المحاضره والكلام ده هيبقى غالبا ان شاء الله هتلاقوه على اليوتيوب يسال بقى دكتور محمد هلال ودكتور امير هم هيبقوا تمام احنا اتفقنا بقى الرينجر في البيرن يفضل الرينجر على اساس ان هو بالانسد سوليوشن دايما احنا خلاص احنا وصلنا ما عنديش غير سلاين هعمل ايه تمام عندك رينجر ادي رينجر طبعا ورينجر افيلابل رينجر افيلابل ورخيص مش غالي يعني دايوريتكس تشينج ذا ماونت اوف مينتننس فلويد ده سؤال حلو لان دايما يقول لك ايه يقول لك طب زود له المحيى اصل العيان ده على لازكس مثلا او يعني هو ببساطه ايه الانديكيشن بتاع الدايوريتكس لو انا انا بدي دايوريتكس بدي دايوريتكس ليه لان في برضو في حته كده ناس بتدي دايوريتكس عمال على بطال وبدون اي اندكيشن يقول لك العيان ده ما اديله انا عايز العيان ده يبقى نيجاتيف بالانس اديله لازكس. انا عايز العيان ده, ده مش عايز ماشي الدايروتكس كيوز خلاص هديها امتى؟ اهو اكوردنج تو اوتبوت انا دلوقتي الدايروتكس يوز دي لو انا عندي هارت فيلير انا محتاج اديله دايروتكس ماشي علشان اقلل البريلود وبالتالي لو انا محتاج اقلل البريلود فانا هحط العين اصلا على 50 60% فانا مش هبقى محتاج ان انا اديله ايه؟ فلويدز هو اللي هيحكم الفلويدز بتاعك هو المنتننس اصلا طيب يبقى ده رقم واحد طيب العيان ده اللي هتدي له مين؟ انت بتديله تشالنج على اساس ان هو مثلا عندنا ما بيجيبش يورين فانت عايز تشوفه الاول هو كتشالنج تيست فانت هتدي فلويد الاول تدي فلويد بولس الاول وبعد كده تدي معاه التشالنج صح؟ مايكاردايتس اون وات برسنتج اي كاردياك احنا بنتكلم في 60% ودلوقتي احنا بقى خلاص ما احنا لو انت بتتكلم في عام يعني محجوز في رعايه قلب فانا عندي كل المرور انا عندي كارديومتري يقول لي والله الدنيا ايه الاخبار ويقول لي الفلود ستيتس ايه وعندي ايكو يقدر يشوف لي الجلوبال اند دايستوليك فوليوم ويقول لي والله عندي برضو ايكو يقول لك الايه رايت فينتيكو عند ستوليك فوليوم فهبقى عارف العين ده فاضي ولا لا سواء بالايكو بالبنوفرز الاعلى او بالكارديومتري اقدر اشوف الدنيا فيها ايه لو هو عين الميكرودايتس فالبيشنت از ميكانيكال إن شاء عشان اي دو ريستريكشن احنا اتفقنا الميكانيكال فينتريشن يا جماعه هو دواء دواء بيعالج حاجه انا بفنت العين عشان عند هو عنده مشكله محتاج فنتله وبالتالي هريستريكت عشان هو ميكانيكال فينتريشن لا انا هريستريكت عشان الديزيز اللي عنده يعني لو العين ده زي ما اتفقنا عنده نمونيا يبقى انا هخليه 80% عشان هو عنده نمونيا طب لو عنده عشان هو كوماتوز كوماتوز ده أنا عندي CNS يعني عندي سي ان اس يعني هخليه 60% عشان هو سي ان اس مش عشان الفنتريشن الفنتريشن ده هتلاقيه حاجه مصاحبه معاك موجوده طول الوقت البي ال اس والاي سي ال اس احنا قلناهم في المحاضرات الاولانيه تقريبا كده يعني هتلاقي المحاضرات على اليوتيوب حاجات ممكن تشوفيها والدنيا تبقى ماشيه كويس انا تقريبا كده جاوبت على تقريبا على كل الاسئله لو في حاجه انا ما جاوبتش عليها حضرتك حد حضرت ايه يقول لنا اي حاجه وانا اسف ان طولت عليكم وانا عارف ان المحاضرات طويله بس هو انا عايز اقول لكم اكبر قدر من المعلومات من المعلومات في ايه في محاضره واحده لان انا مش عايز ان انا يعني اخسر تركيزكم او اخسر من الناس ايه ااا uh, I lost, uh, ان انا ارجع اجيب من الاول تاني لا انا بحب ان انا احط الحاجه كلها مع بعضها وفي نفس الوقت المحاضرات دي افيلابل بقى متسجله يعني انت ممكن تسمع شويه النهارده وتيجي بعد كده تسمع شويه تانيين اكوردنج لل اللي انت مو... يعني ظبطت معايا تمام دكتور احمد شكرا جزيلا لحضرتك. ماشي يا دكتور محمد يلا. تعبناكم وتعبنا حضرتك والله شكرا جزيلا. باذن الله. كل حاجه هتكون مع حضراتكم قريبا ان شاء الله. ان شاء الله يلا نشوفكم شو على شو خير ان شاء الله حياتي. وشكرا لحضرتك باكد عليكم يا جماعه الفيدباك السرفي ارجوكم لو سمحتوا لو سمحتوا انا محتاج فيدباك من حضراتكم علشان واحنا بنجهز المحاضرات نشوف ايه اللي ما ما ما, ما تفهمش. نقدر نعيده تاني بطريقه تانية بحيث ان احنا نوصل المعلومه. ويعني ده بس اللي انا محتاجه من حضراتكم واشكركم